الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام تاني، ولكن الحقيقه النهارده احنا طالعين في ديكور ومش ديكور، كلام تاني لاجراء بعض التعديلات الخاصه بديكورنا. العنوان اللي بيتصدر الراي العام والصحف المصريه والعالميه والمحليه والاقليميه هو العمليات العسكريه التي تتم الان في اليمن. ربما تساؤلات عديده مطروحة على الساحة، هل نحن على أعتاب حرب إقليمية في المنطقة؟ تساؤلات كثيرة جدا، يمكن ناس كثيرة بتسأل وإيه اللي بيحصل في اليمن؟ من هم الحوثيون وإيه حكايتهم؟ هل ستكون هناك حرب إقليمية ما بين السعودية وما بين إيران؟ النهاردة تغطيتنا هتعتمد بشكل كبير جدا على الجانب الإخباري لمتابعة تطورات الأحداث، والجانب المعلوماتي أيضا الذي يخص الأزمة اليمنية. تساؤلات مطروحة، من هم الحوثيون؟ خلونا نشرح لحضراتكم ببساطة شديدة ما الذي يحدث في اليمن ومن هم الحوثيون. في شمال اليمن وفي جنوب اليمن. شمال اليمن توجد به هذه الجماعات، وهي جماعات دينية شيعية. تأسست هذه الحركة اللي هي حركة الحوثيون نسبة إلى حسين الحوثي بشكل رسمي سنة 2004، وسميت بالحوثية بعد مقتل زعيمهم حسين الحوثي. لكن هذه الحركة كانت قد بدأت سنة 92 كحركة مناهضة ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ففضلت هذه الكتلة الشيعية موجودة في شمال اليمن. وجنوب اليمن بالطبع هو الجنوب السني. بعد الثورة في اليمن حدث تحالف ما بين علي عبد الله صالح وبعض أركان نظامه وبين هذه الحركة الشيعية التي تدعمها إيران، وهذا أمر طبيعي جدا أن تدعم إيران الشيعة في شمال اليمن، بالإضافة إلى وجود الشيعة في لبنان لتكوين ما سمي بمشروع الهلال الشيعي. بدأ التحالف ما بين علي عبد الله صالح ورموزه وما بين هذه الحركات الشيعية الحوثية في الشمال، وبدأت تقوم هذه الجماعات المسلحة بعمليات عسكرية استطاعت بها للأسف الشديد السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، وطرد الرئيس اليمني إلى الجنوب، فاتخذ من عدن عاصمة لليمن بعد سيطرة الحوثيون على صنعاء. بعد هذا الأمر تجددت قوى الحوثيون وبدأوا في الزحف نحو الجنوب، وبدأوا يدخلوا عدن ويسيطروا على ميناءها. أثناء هذه الأزمة كانت هناك محاولات إقليمية طول الوقت بتقودها السعودية لاحتواء الموقف. ليه السعودية؟ السعودية لأن هذا هو قلب الأمن القومي السعودي، وهو جنوب اليمن، هذه هي الحدود الجنوبية للسعودية. إيران بدأ من هذا الأمر بعد أن أصبحت موجودة في اليمن وموجودة في الشمال في العراق وسوريا وموجودة في لبنان، أنها تسيطر على المنطقة وعلى دول رئيسية، تهدد بشكل واضح أولا السعودية، ثم تهدد الأمن القومي العربي من ناحية أخرى عن طريق التهديدات الخاصة بباب المندب. باب المندب ده هو العمق الاستراتيجي للمنطقة العربية كلها، عشان كده لما تلاقي الأردن النهاردة مشاركة في العمليات العسكرية، السودان مشاركة في العمليات العسكرية، مصر، السعودية، هذه دول أمنها القومي والاستراتيجي يرتبط بباب المندب بشكل كبير جدا. في ناس كتيرة بتسأل طيب هل هناك حل آخر كان يمكن أن يكون موجود في الأفق للتعامل مع الأزمة اليمنية؟ للأسف الشديد ربما يكون العنوان الرئيسي اللا خيار. كان لابد من التدخل العسكري بعد أن سيطرت جماعة الحوثيون بشكل كبير جدا على اليمن، وبدأ الدعم الإيراني بشكل كبير، حتى أن قائد البحرية الإيرانية يتحدث على أن القوات الإيرانية موجودة في مضيق باب المندب وبقوة وبسيطرة كاملة. حدث نداء من الرئيس اليمني للدول العربية للتدخل سريعا في السعودية، وحدث هذا النداء لتبدأ العمليات العسكرية مساء الأمس في اليمن. 150 مقاتلة سعودية ثم 150 ألف جندي سعودي، بالإضافة إلى القوات العربية التي تشارك في هذه العملية، مصر، السودان، الإمارات، قطر، وأيضا الأردن وباكستان، 9 دول تتحرك في هذا التحالف. هناك تساؤلات كثيرة مطروحة زي ما قلت لحضراتكم، هل يمكن أن يكون رد فعل إيران
عنيف وبالتالي تحدث مواجهات في جنوب اليمن وتصعد إيران ومعها الحوثيون من هذه المواجهات لتصبح السعودية مهددة بشكل كبير جدا، وهذا يعني حرب ما بين السعودية وإيران بالوكالة، ولا الأمر يمكن استيعابه؟ هل نحن بصدد حرب كبيرة أم عمليات عسكرية محدودة النطاق؟ لأن لدينا خبرة في التاريخ العربي ليست جيدة فيما يتعلق بمسألة التدخل البري. هل الضربة العسكرية التي توجه الآن لليمن يمكن أن تكون أو تفتح بابا للجلوس على مائدة التفاوض لحل سياسي لهذه الأزمة؟ تساؤلات كتيرة هنناقشها مع حضراتكم النهاردة فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الإيرانية، لكن خلونا نتابع العمليات العسكرية التي جرت اليوم في اليمن. مع دقات منتصف ليل الخميس أعلنت المملكة العربية السعودية بداية العملية العسكرية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن، وقصفت الطائرات المقاتلة السعودية بعض الأهداف الحوثية على رأسها قاعدة الديلام الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولية وألوية الصواريخ في فج عطان، بالإضافة لدار الرئاسة اليمنية وغرفة العمليات المشتركة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن العملية العسكرية تتكون من 100 مقاتلة سعودية مع 150,000 مقاتل و30 مقاتلة إماراتية و10 مقاتلات من قطر والكويت ب15 مقاتلة والبحرين بمثل هذا العدد والأردن ب6 مقاتلات والمغرب بنفس العدد و3 مقاتلات من السودان. وأعلنت مصر رسمياً مشاركتها جوياً وبحرياً، فضلاً عن وجود عرض من باكستان للمشاركة عن طريق السفن، في حين كانت سلطنة عمان الاستثناء الوحيد. وأسفرت الضربات الأولى بحسب الوكالة الرسمية السعودية عن تحقيق خسائر كبيرة بين صفوف الميليشيات الحوثية، إذ تم تدمير معظم الدفاعات الجوية الحوثية، وشهدت مديرية ميران في صعدة معقل ميليشيات الحوثيين ذوي الانفجارات، وتم تدمير مخازن أسلحة وقواعد عسكرية وجوية في صنعاء. إيران من جهتها أعربت في بيان رسمي لوزارة خارجيتها إدانتها للضربات السعودية للحوثيين في اليمن، ودعت للوقوف الفوري لكافة العمليات العسكرية في صنعاء. من جانبه أصدر البيت الأبيض بياناً بالتزامن مع بدء الضربات الجوية في اليمن، أعلن فيه موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم دعم لوجستي واستخباراتي لعملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن، مؤكداً في الوقت نفسه إدانة الولايات المتحدة بشدة للعمليات التي يقوم بها الحوثيون ضد الحكومة المنتخبة اليمنية والتي تسببت في عدم الاستقرار والفوضى. ياسمين عادل، كلام تاني. ولمتابعة الأوضاع في اليمن ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد الحكيمي الناشط السياسي. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نريد أن نطمئن على تطورات الأوضاع في اليمن، كيف تثير العمليات العسكرية الآن وما هي المحصلة التي تبدو واضحة على الأرض؟ من مساء أمس العمليات العسكرية لا زالت مستمرة في استهداف مواقع الميليشيات المسلحة ومعسكرات تابعة لنظام المخلوع علي عبد الله صالح. هذه الضربات تحقق نتائج على الأرض بحيث أنها تستهدف الآليات العسكرية وتستهدف المواقع العسكرية التي يتمدد من خلالها الحوثيين ونظام صالح للسيطرة وبسط نفوذهم بالقوة على الشارع اليمني وعلى مساحة كبيرة من الشعب على مساحة كبيرة من الوطن بفعل قوة السلاح. السيطرة على الأرض الآن تشير إلى تراجع للحوثيين من الجنوب، لأني بتكلم من حضرتك بتكلمني من تعز اليمنية وهي في الجنوب، هل تشير المؤشرات إلى تراجع
قوات الحوثيين وأنصار علي عبد الله صالح إلى الشمال أم ما زالت لهم سيطرة على الجنوب؟ لن أقول السؤال لكن أحب أن أوضح أن تمدد الحوثيين نحو الجنوب لن يفلح ولن يقبل باعتبار أن الجنوب قد ضاق من التمدد الذي يأتي من فادة ومن مران ومن قبل نظام علي عبد الله صالح. الجنوب اليوم حسم خياره وهو يرفض أي تواجد أي ميليشيات تأتي من صعدة أو تأتي من خلف الحدود من إيران مثلا لفرض خياراتها على الشارع الجنوبي. أيضا نحن في تعز نرفض كل الرفض والمسيرات اليومية مستمرة ولا زال الشارع التعزي سور يوميا ضد الآليات العسكرية التي وصلت إلى تعز عاملات الجند المحملة بالرياض وعادت الجنود إلى تعز بهرب إسقاط هذه المحافظة بقوة، لكن إرادة الشباب هنا وعزيمتهم في محافظة تعز أقوى من أن يستسلموا. نحن لن نستسلم، سنبقى في الميدان، سنبقى صامدين، خياراتنا السلمية، ونؤيد كل من يقف إلى جانب إرادة الشعب اليمني، ونتمسك بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذه الشرعية التوافقية التي جاءت بصندوق الانتخاب وجاءت بتوافق جميع القوى السياسية، ولا يمكن أن نقبل بقوى انقلابية تأتي لكي تحكمنا بالقوة. أيضا على الشارع الجنوبي الذي قبل حرب 94 وتحمل الجراح من قبل النظام علي عبد الله صالح، الشارع الجنوبي تحمل تلك الجراح بهدف حبه للوحدة ولم يتكلم حينها. أما اليوم فما هو المبرر الذي سيأتي به الحوثيين وعلي عبد الله صالح لتكرار نفس الحرب ونفس الخطأ تجاه أخواننا في الجنوب؟ نحن أيضا نحذر أن تكون تعز بوابة لإسقاط الجنوب، ومستعدين لأن نكون جروع بشرية في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي. إذن سيد محمد استنفار يمني في الجنوب من اليمنيون، لكن أريد أن أسألك عن قوة وتأثير والنتائج التي تحققت عن طريق الضربة الجوية التي قامت بها السعودية والدول المتحالفة معها. هل أصابت وفقا لما لديك من معلومات مواقع حساسة وحيوية للحوثيين؟ وهل من أي مؤشرات على الأرض تشير إلى نوع من التدخل البري إن صح التعبير؟ غير محتمل التدخل البري، لكن هذه الضربة الجوية تصيب أهداف لنظام علي عبد الله صالح، نظام المخلوع، وتصيب أهداف أيضا لمواليه وهو جماعة الحوثي التي هي من تظهر بالصورة الآن وقف خلفها نظام علي عبد الله صالح في الكواليس. الضربات الجوية متواصلة، وها هي اليوم تدخل الضربات الجوية في مدينة تعز، وسمعنا قبل قليل انفجارات في قاعدة جوية هنا في محافظة تعز واسمها قاعدة طارق. هذه الضربات تحقق أهداف وتعيق الحوثيين والمدعومة من نظام علي عبد الله صالح من التقدم نحو الجنوب وبسط نفوذهم على الجنوب. الجنوب خياره واضح أنه يرفض أي تواجد لقوى محتلة احتلت العاصمة صنعاء وتريد أن تحتل اليمن وتبسط قوتها على الأرض اليمنية. هم مرفوضون أيضا كما أنهم يرفضون الجلوس على طاولة الحوار ويرفضون الجلوس والاحتكام إلى السلم فلنرى النتائج التي يمكن أن تسفر عنها هذه الضربة الجوية أو هذه العمليات العسكرية التي تتم الآن، ربما تدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لأن زي ما حضرتك ذكرت حتى الآن يبدو العمل البري أو التدخل البري غير مطروح على التناول العسكري أو العملية العسكرية التي تتم الآن في اليمن. السيد محمد الحكيمي أنا أستبعد أن يعود الحوثيين للحوار، لأن هذه الجماعة لا تؤمن إلا بالعنف، لا تؤمن إلا بالقوة، وتقف خلف دولة تأتي من خلف الحدود. هذه الدولة تعتقد أنها ستسيطر على اليمن بتلك الآليات التي إيران. تتحدث عن إيران؟ أنا أتحدث بوضوح عن إيران. إيران تحاول أن تجعل من اليمن ساحة للحرب، لكننا نقول لهم أننا
والشعب اليمني أقوى بكثير مما تتصوره إيران، ولن تكون أداة بيد الخميني ولا أداة بيد عبد الملك الحوثي على جماعة الحوثي أن تعود إلى ما قبل 21 سبتمبر وإلى الانقلاب. هذا الانقلاب مرفوض مرفوض ويجب عليهم. طيب سيد محمد، إذا كنت تستبعد أن يجلس الحوثيون بعد هذه الضربة العسكرية على طاولة الحوار والمفاوضات، وإذا كنت تستبعد في الوقت ذاته أن يكون هناك تدخلا بريا من السعودية والدول التي تتحالف معها، هل ستقضي هذه العمليات العسكرية المحدودة على الحوثيين الآن؟ الحوثيين هم جماعة صغيرة لا يجب التمويل لهم باعتبارهم أنهم هم لا يمثلون أكثر من 7% من الشارع اليمني، بل لا يمثلون 5%. هم مدعومون من علي عبد الله صالح حوالي 19 معسكر من المعسكرات سلمها علي عبد الله صالح كهدية للحوثيين عندما استولوا على صنعاء، عندما تمددوا إلى صنعاء علي عبد الله صالح الذي ساعدهم وأرسل حوالي 16 برلماني من حزبه إلى إيران بغرض عقد اتفاق بين صالح والحوثيين لإسقاط صنعاء والانقلاب على الشرعية. أيوة، هذه الأمور باتت واضحة، لكن ما هو غير واضح هو كيف استطاع الحوثيون الوصول إلى عمق اليمن في الجنوب وسيطروا على ميناء عدن ودخلوا أيضا، وبدت الأمور غير واضحة فيما يتعلق بالسيطرة أيضا على باب المندب. ما يحدث في عدن، أحب أن أبشركم وأطمئنكم أن عدن متحررة وعدن لن تسقط بأيدي الحوثيين إلى الآن. سقطت بالأمس قاعدة العند العسكرية وهي قاعدة عسكرية، وسقطت بحسب تواصلاتي مع مصادر في عدن أنها سقطت بسبب خيانة عسكرية حدثت، ولكن لم تسقط عدن، لا زالت عدن مع الشرعية الدستورية مع الجيش الموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي. وأيضا سنتابع سيد محمد تطورات الأحداث في اليمن خلال الساعات القليلة القادمة. سيد محمد الحكيمي الناشط السياسي متحدثا إلينا من تعز اليمنية، يتحدث على أن العملية العسكرية والضربات الجوية التي وجهتها السعودية والدول المتحالفة معها إلى معاقل الحوثيين في اليمن قد حققت نتائج جيدة على الأرض حتى الآن. هو يؤكد أيضا أن عدن لم تسقط حتى اللحظة وفقا لروايته في أيدي الحوثيين، ويؤكد أيضا أن جنوب اليمن عازم على الصمود والسيطرة لهذا التحالف الذي يبدو واضحا ما بين جماعة الحوثيين وما بين أنصار علي عبد الله صالح. كانت بعض الأنباء قد أشارت اليوم إلى إصابة نجل علي عبد الله صالح في هذه المواجهات التي أو هذه الضربات التي توجه الآن إلى اليمن، لكن زي ما قلت لحضراتكم ربما كان العنوان الرئيسي أنه لم يكن هناك خيارا آخر على ما يبدو أمام السعودية وأمام بعض دول المنطقة إلا التصدي بعمل عسكري. هناك مخاوف وتساؤلات كثيرة تدور حول حجم هذا التدخل والنتائج التي يمكن أن تسفر عنه. ربما أطرح هذه التساؤلات على الكاتب السعودي جاسر الجاسر. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا فيك. نريد أن نتحدث عن نطاق العمليات العسكرية التي تتم الآن. هل نحن على أعتاب حرب إقليمية يمكن أن تتم ما بين السعودية وإيران بالوكالة إن صح التعبير، أم أن هذا الأمر حتى الآن يحمل نوع من المبالغة في التقدير؟ والله اتفق مع الاتجاه الثاني، يحمل المبالغة في التقدير. ما يحدث ليست حرب سعودية، ما يحدث فيها هو أول قوة عربية مشتركة تعمل وفق رؤية واحدة من أجل محاربة الإرهاب. نحن لا نحارب إيران، إيران هي التي قالت في اليمن، وإيران هي التي حاولت أن تسفيه، والخطر الذي يهدد العرب إجمالا ليس مجرد سوى الحوثيين صرم الدموية التي نجل الحوثيين، الانتهاك الذي قاموا به، الانقلاب الذي عملوه، وأيضا انتشار الأسلحة، وأن تحارب الدول العربية والإسلامية والتحالف الدولي تحارب داعش في العراق، فكيف يمكن أن نسمح لها أن تنتشر في اليمن؟ هذا كلام غير مقبول. نحن نجد اليوم هنا صورة مختلفة، هنا روح عربية جديدة، روح متجددة، فريق يشتغل بنسق واحد وبتصور واحد من أجل محاربة الإرهاب، ومن أجل إيران تتعدى كثيرا وتتجاوز وتؤثر وتحاول أن تخرب العالم العربي، لا تقدم أي خدمة للعالم العربي. إيران إذا لها محاسبة تقدمها بنفسها، لماذا تستخدم العرب لذلك؟ ومن يواليها يتحمل المسؤولية معها. ولذلك هذه الصورة قادتها السعودية الحمد لله، لكنها دروب عربية كاملة. اليوم وزراء الخارجية العرب قرروا القوة العربية المشتركة. هنا وجه العالم العربي يتشكل بصورة أخرى. العالم العربي الذي نجا والذي استطاع مقاومة
اضرار ودمار الربيع العربي يتشكل بصوره اخرى لمساعده الاطراف الاخرى الضعيفه. هذا التكتل العربي هو الذي يسبب طيب. وهو الذي يسبب المعادله. سيد الجاسر، كيف تتوقع رد الفعل الايراني؟ كانت هناك طبعا مطالبات من ايران للسعوديه بانهاء العمليات العسكريه في اليمن، لكن كيف تتوقع رد فعل ايران؟ هل هي ستتجه الى دعم المزيد من العمليات العسكريه في الجنوب وبالتالي تزيد من الاحتكاك بشكل كبير جدا مع السعوديه باعتبار ان هذا يتم على الحدود الجنوبيه للسعوديه، وبالتالي سيحمل الرد الايراني في هذه الحاله نوعا من التصعيد؟ طيب انا عندي مسالتين. المساله الاولى، هل تستطيع ايران الوصول الى اليمن باي شكل؟ لا تستطيع عمليا. الآن الأجواء تسيطر عليها السعودية والمواني تسيطر عليها مصر وتحكمها مصر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مهما كان من يدخل الحرب يتوقع أسوأ النتائج. أسوأ النتائج أن تكون مواجهة مع إيران، هذا خيار موجود إذا أرادت إيران تدفع بها المسألة. هذا مثلا المسألة الوجودية، لم يعد هناك مجال للمراوحة. الحرب ليست نزهة وليست مجرد نزق أو شيء، يعني هي مسألة دفاع. اجتمع العرب من أجل الدفاع عن ذاتهم وجودهم ومقاومة الإرهاب الذي يضربنا في كل مكان، يضرب مصر في سيناء والعريش، ويضرب السعوديه فيه، ويضرب كل الدول العربيه وكل الدول العالم. لم نقف متحدين ضده، وبالتالي نحن ايران تشجع الارهاب وتدعم الارهاب. ايران كانت مركز القاعده طوال السنوات الماضيه، قيادات القاعده كانت تسكن في طهران. اذا التراث من ايران. اذا سيد الجاسر، انت تتحدث عن حرب مفتوحه ام اننا بصدد عمليات عسكريه محدوده؟ لان هنا الحسابات ستختلف. نحن اول في ما يحدث في اليمن القضاء تماما على كل القوى المتمرده والارهابيه والانفلاتيه، داعش والقاعده والحوثي. هنا سيتم القضاء عليهم كليا، وبعد ذلك سيتم الخيار اليمنيين من يدخلون في الطرف العمليه السياسيه ومن لا يدخلون. اذا توسعت المساله، وهذه مساله مستبعده تماما، قصدي ان تتوسع الحرب او ان تدخل ايران في الحرب بشكل، هذا يعني مجال مستبعد. لكن لنفرض الاسوء، اذا تدخلت ايران في الحرب، نحن امام تحالف يشكل الدول العربيه والاسلاميه يضم اكبر القوى الاقليميه في المنطقه، السعوديه ومصر وتركيا وباكستان. هنا حرب، ايران تعيش عزله مطلقه، ايران تواجه المشاكل في سوريا وفي العراق وفي لبنان. لماذا تراهن سيد جاسر ان الامر لن يتوسع الى حرب واسعه، وان هذه العمليات العسكريه المحدوده اذا ما استبعدنا حتى الان التدخل البري، ام ان التدخل البري قد يكون وارد؟ التدخل البري وارد حسب نشاط اليمنيين. هذه الحرب ستحقق هدف واحد، القضاء على الارهاب في اليمن. ان كانت استطاعت الضربات الجويه بمسانده وتحرك من القوى السياسيه والقبليه والمواله للرئيس هذه في اليمن ان تقضي على بقايا الحوثي وعلى عبد الله صالح ومن خلفه من ايران، ان كان بها ان استدعى الامر توطيد هذه المساله عبر دخول بري، فكل الدول العالم استعدادها ان تدخل فيها. هناك مخاوف في مساله اتساع نطاق الحرب والدخول الى النطاق البري، الخبره تبدو تاريخيا في هذه المساله ليست ايجابيه. لن يكون هناك تدخل بري بمعنى قوات تمشط الارض اليمنيه. هذا ليس استعمار، بس انا لو سمحتي، ليس استعمار بحيث انه يكون هناك مواجهه. معظم الشعب اليمني يقف الى جانب هذه الحرب، معظم الشعب اليمني متضرر من الحوثي وعلى عبد الله صالح والتدخلات الايرانيه. نحن نشهد اليوم حالات انتفاضه قبل قليل. صحيح. الاخبار تشير الى ان اللواء 35 تمرد على عبد الله صالح وانضم الى الرئيس هادي. صحيح. اليمنيين انفسهم يعني متطلعون لهذه الخطوه، بالتالي ليس هناك ضرر، ليس بمعنى انه نحن لا احد يعادي الشعب اليمني، كل هذا الهدف حمايه الشعب ومسانده الشعب اليمني. اليمنيون انفسهم سيتحركون على الارض وتكون هم القوه الرئيسيه، من يكون معهم مسانده بالسلاح والخبره والنصيحه وليس اكثر. طيب، ردود الافعال الدوليه سيد جاسر كيف تقيمها؟ يعني الولايات المتحده الامريكيه تعلن انها تدعم هذه العمليه وستقدم التعاون الاستخباراتي ان صح التعبير، ولكن لا يبدو ان هناك موقفا امريكيا واضحا ومشاركا حتى فعليا في هذه العمليات. لا نريد الموقف الامريكي، ولا نريد الدعم الامريكي، ولا نريد، نحن فخورون ان هذه قوه عربيه مشتركه تعمل في هذا التصور، نريد ان تكون اداء عربيا وهذا المتحقق حتى الان. لا حاجه لامريكا، يكفينا فقط ان نؤكد للمجتمع الدولي ان هذه العمليه مشروعه وقانونيه وثابته ومسانده للشعب اليمني. لا حاجه ابدا لاي تدخلات باي شكل من الاشكال، ولا حاجه. نعرف الارض اليمنيه اكثر ما يعرفها الامريكيون، ونستطيع التحرك فيها اكثر. استطيع اتكلم نحن عن التحالف، لا اتكلم عننا نحن كسعوديين، اتكلم عن القوه المشتركه في التحالف، وننسق مع اليمنيين في هذه المساله.
تمام. هل وفقا للتصور اللي حضرتك طرحته معانا على الهواء الان، هذا يعني ان العمليات العسكريه في اليمن ستمتد الى ايام مقبله، الى ان يتم القضاء على الحوثيين وشل حركتهم وقوتهم؟ لن تتوقف هذه المساله، سواء حتى لو احتاجت الى تدخل بري، الا بالقضاء على القوه المتفرده كامله وان يتحول. ماذا تعني بتدخل فردي سيد الجسد؟ البري عفوا، البري البري. نعم. يعني لن تتوقف الا بالقضاء على القوه المسلحه الحوثيه، وان يتحول حوثي الى مجرد مكون يمني ان اراد، وان صمم على الولاءات الاخرى لدول لايران ومشابه بهذا الشأن الخاص، واليمنيون هم الذين يقررون ذلك. لكن لن تتوقف الا بعد ان لا يكون للحوثي اي قدره على ايذاء اليمنيين باي شكل. بشكرك السيد جاسر الجاسر الكاتب السعودي، كان متحدثا إلينا لكلام تاني عن العمليات العسكرية في اليمن، وأكد أن هذه العمليات وفقا لتقديره ستستمر إلى أن يتم شل حركة الحوثيين والقضاء تماما على معاقلهم وقوتهم في اليمن، وإرغامهم إلى العمل كفصيل داخل المجتمع اليمني بغض النظر عن محاولتهم السيطرة بشكل كامل على اليمن. خلينا أقول لحضراتكم إن الأجواء أيضا تتم، أو هذه العمليات العسكرية تتم في إطار الأجواء المتعلقة بالقمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ، واللي هيكون يوم السبت القادم. كان دوما موضوعات وملفات القمة العربية يسيطر عليها بشكل كبير جدا الصراع العربي الإسرائيلي، تحولا واضحا في الأجندة العربية بات واضحا بعد ما يحدث في المنطقة من إرهاب، بعد ما يحدث في المنطقة من محاولة إيران بس أو السيطرة بشكل كبير جدا على المنطقة ودعم نفوذها في العديد من المناطق، بالأضافة أيضا للقضايا المتعلقة بالإرهاب. ربما تكون أجندة القمة العربية يوم السبت مختلفة، بالطبع تسيطر على المناقشات وسيسيطر بشكل كبير جدا على القرارات أيضا المتوقعة في هذه القمة هو الوضع في اليمن، ليس فقط من قبل الأزمة السياسية في اليمن والتدخل العسكري، ولكن أيضا في إطار مفهوم أوسع وهو المتعلق بقوة عربية مشتركة للتصدي لهذه النزاعات. نتابع. تستعد مصر حاليا لاستضافة قمة عربية جديدة هي 26 منذ نشأة جامعة الدول العربية في عام 45، ويبدو أن القمة العربية المزمع انعقادها في 28 و29 من مارس الجاري بحضور 19 دولة عربية ستكون هي الأهم خلال السنوات الماضية، حيث ينتظر أن يشمل جدول أعمالها عددا من القضايا الهامة والشائكة التي تواجه الدول العربية ما بين إرهاب وحروب أهلية وخلافات دولية أخرى. لعل أبرز القضايا المنتظر طرحها على طاولة القمة المنعقدة بشرم الشيخ تلك التي تتعلق بالأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه، خاصة بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي تعرضت لها عدة دول عربية مؤخراً، وتنامي التنظيمات الإرهابية وسيطرة داعش على أجزاء من العراق وسوريا وليبيا، بالإضافة للحرب التي تخوضها مصر ضد الجماعات المتطرفة في سيناء. وعلى الرغم من تصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي اهتمامات القمة العربية لسنوات طويلة، ولكن يبدو أن تلك القضية لن تكون الأهم خلال القمة العربية المقبلة، حيث ينتظر أن تبحث الدول الأعضاء ما يتعلق بالأزمات في سوريا والعراق وليبيا ولبنان، بالإضافة للأزمة الأخيرة المتمثلة في سيطرة الحوثيين على قطاعات واسعة من اليمن، ما استدعى تدخلاً عسكرياً من الدول العربية خلال عملية عاصفة الحزم. وربما يطرح الصراع في اليمن ما يتعلق بصياغة منظومة الأمن القومي العربي وتشكيل جيش موحد للأمة العربية وتعديل ميثاق الجامعة، بالإضافة لدعم العمل العربي المشترك في الشقين السياسي والاقتصادي، خاصة بعد إعداد وزراء الاقتصاد العربي 8 ملفات تتعلق بالمشروع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وإتمام منطقة التجارة العربية الحرة وتعديل إجراءات الاتحاد العربي الجمركي. كل تلك الملفات وغيرها تنتظر أن تدرج ضمن أجندة القمة العربية،
لتظل أعين العالم والشعوب العربية بوجه خاص مرتقبة خطوات ملموسة نحو تعاون عربي حقيقي يضع حدا للصراعات في المنطقة. داليا علي، كلام تاني. للأسف الشديد لسنوات طويلة كانت قرارات القمم العربية وقرارات الجماعة العربية تركز بشكل كبير جدا على بيانات الإدانة والشك بدون أن تكون هناك حلول حقيقية توضع على الأرض للعديد من النزاعات العربية أو العربية الإقليمية. هناك آمال وتحليلات تؤكد أن القمة التي ستعقد في شرم الشيخ هذه المرة وستكون مختلفة. التحديات التي تمر بها المنطقة العربية تحديات صعبة للغاية، ربما سيتوقف التاريخ طويلا أمام نوعية التحديات التي تمر بها المنطقة الآن، وربما هناك العديد من المؤشرات على الأرض التي تشير إلى أن تغييرا ما سيبدو في آلية جامعة الدول العربية. الحديث عن فكرة قوة عربية مشتركة والعبارة التي كان يؤكد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسافة السكة، يبدو أن هذا التعبير سيجد ترجمة فعلية على الأرض، وربما يكون ما يحدث في اليمن ترجمة حقيقية لهذا التعبير. بالتأكيد يسعى الجميع إلى أن تنعم المنطقة بالأمن والسلم، ولكن ما لم يحدث ذلك لابد من وجود آليات فاعلة لدى العرب ولدى الدول العربية للتعامل مع هذه التحديات. القمم العربية سابقا كانت تحمل العديد من المواقف الكوميدية، ربما كانت هي المضحكات المبكيات. نتابع تقرير محمد سماح. شرم الشيخ تستعد لاستقبال قمة عربية جديدة ومختلفة، ليس بسبب توقيت انعقادها الدقيق فحسب، إنما بسبب مشاركة عدد من الرؤساء والقادة الجدد الذين يجتمعون سويا لأول مرة في قاعة واحدة بعد أن حفظت قاعات ومقاعد القمم العربية السابقة عددا من الرؤساء الذين اجتمعوا كثيرا لأكثر من 3 عقود متتالية. لعدد من الرؤساء العرب مواقف طريفة وأحيانا محرجة وتصل كثيرا لمشادات بينهم، كل ذلك أظهرته اجتماعات القمم العربية السابقة. الأخ قائد الثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، رئيس الاتحاد الإفريقي وملك ملوك إفريقيا التخريجيين رئيس معمر القذافي، فليتفضل. الرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان من أكثر الرؤساء المشاكسة والمثيرة للجدل خلال جلسات القمم العربية وفي خطاباته أمام الرؤساء الحاضرين. فلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء، لماذا؟ أنا قدمت لكم حل، وقدمت حتى للعالم ما يسمى بالكتاب الأبيض، وهذا الكتاب الأبيض، هذا الكتاب الأبيض فيه حل إسرائيل. بعدين يا علي بكر شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. طبعا في صدى في الصوت، ولهذا أنا كنت استعمل السماعات علشان نسمع أكثر، اللي عنده سماعة لو يستخدمها بيكون أفضل. ولكن على الرغم من ذلك كان أحيانا يصدق في بعض التوقعات. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق ونشانق راح نتفرج، لماذا؟ ممكن الدور جاي عليكم كلكم، كل نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. كما كان للعقيد القذافي عدة مشادات وخلافات مع عدد من الرؤساء والملوك في القمم العربية، كخلافه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال القمة العربية الطارئة إبان غزو العراق للكويت عام 1990. 12 أغلبية؟ لا مش أغلبية، القرار وفق عليه مرفع الجلسة. شكرا. نقطة الرئيس. كما شهدت قاعات القمم العربية مشادات كلامية وصلت إلى اتهامات متبادلة بالعمالة الخارجية بين القذافي والملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية السابق. إذن هذا في تصحيح، تفضل أقول يا أخي عبد الله. عبد الرئيس كلامك مردود عليك. المملكة العربية السعودية واجهة
المملكة العربية السعودية بسم الله. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. مواقف مختلفة وربما محرجة تعرض لها الرؤساء العرب خلال القمم العربية، منها أخطاء كهذه. شكر فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس جمهورية السودان الشقيق على كلمته. سوريا الشقيق. لنصل تدريجيا إلى التعميق أو إلى التعمق في الطرح. لنصل تدريجيا إلى التعمق في الطرح. يسرني بداية أن أتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس محمد مرسي. ارتجال يعبر عن فلسفة قائلها. كلمة خيار تعني بأن هناك خيارات مختلفة. هذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب، هذا شيء غير معقول أبدا، غير منطقي. ما هذا؟ يعني كلمة أطراف تعني بأن هناك جهات متقابلة لها مقومات متشابهة. كلمات جميلة وفيها عقلانية. الأرض تحدد بالكيلومترات وبالأمتار وبالسنتيمترات. لا إله إلا الله. ولا مانع من بعض القيلولة خلال خطاب طويل أو ربما من تعب السفر. الدول العربية تجتمع مرة أخرى في قاعة واحدة على أمل ألا تكون قاعات القمم العربية هي الجامع الوحيد بينهم في المستقبل. محمد سماحة، كلام تاني. ربما تابعنا هذه المواقف اللي زي ما حضراتكم شفتوها زي ما كانت تحمل نوع من الكوميديا والفكاهة، إلا أنها في الحقيقة في نهاية الأمر كانت تعبر عن حالة من الاستياء الشديد لدى المواطن العربي اللي كان بيشعر أن هؤلاء الزعماء يجتمعون من أجل أن يتحدثون في قرارات إدانة وشجب دون أن تكون هناك آليات يتم الاعتماد عليها بالفعل لحل النزاعات العربية، لحل المشكلات العربية، لدعم أوجه التعاون الاقتصادي ما بين الدول العربية. ربما هناك آمال كبيرة تعقد أن قمة شرم الشيخ هذه المرة ربما تكون مختلفة، ليست فقط مختلفة لأن الأزمان والأنظمة قد تغيرت، ولكن أيضا لأن التحديات التي تواجه المنطقة قد تغيرت وأصبحت أكثر خطورة أيضا. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة كلام تاني. بالتحديد غدا ستكون ذكرى رحيل هذا الفنان المصري الموهوب. أهم ما كان يميز أحمد زكي ربما ليست فقط الموهبة ولكن المصرية الشديدة التي كانت تتسم بها موهبته. كان يعبر بمنتهى البساطة وبأداء متميز ورفيع عن كل القضايا التي تشغل الرأي العام المصري. تحدث كيف كانت معاناة الشاب المصري، تحدث عن الصعود الواضح في الطبقات، تحدث عن معاناة الطبقة المتوسطة، تحدث أيضا عن الضحية حينما لا يجد من يناصره في عمل هز وجدان الجميع ضد الحكومة. شارك العديد من النجوم، عمل أعمالا مسرحية متميزة لها مكانة خاصة في نفوسنا جميعا. يصنف دائما أنه أفضل ما أنجبت السينما المصرية. أفلامه تتصدر أفضل مائة فيلم في السينما المصرية. ربما لفترة طويلة ويمكن أنا أكون من هؤلاء لا أستطيع أن أقول النجم الراحل أحمد زكي، ولكن دائما ما نقول النجم أو الفنان الرحيل لا يكون بالموت، ولكن يبقى التاريخ علامة مميزة بشكل كبير جدا لأداء أحمد زكي وتاريخه. تقرير الزميل محمد سمح. إن ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وإن ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف، مش هتموت هتعيش. هو المواطن، الأديب، التلميذ، البواب، الزعيم والفنان، هو أحمد زكي. أسعد أيام حياتي وأنا عايش براءة الأطفال. كان الشر مستبعد وملوش مكان. الشر الورم الخبيث يبدأ بملي، يتوسع 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 من غير ما تحس، تبقى له السيطرة، يبقى الانحراف متعة، والشر مزاج، والسر كيف، والسلطة إدمان.
يرى الكثيرون أنه الممثل الأفضل في تاريخ السينما المصرية لما كان يتمتع به من قدرة فنية خاصة على لعب وتقمص الأدوار جعلت منه أسطورة سينمائية لم تتكرر حتى الآن. أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا أغيثونا. منذ ظهوره الأول في مسرحية هالو شلبي حاول أحمد زكي ابن محافظة الشرقية أن يجعل من مساحة دوره الصغيرة فقرة يستطيع من خلالها أن يجعل جمهور المسرحية يخرجون متذكرين ذلك الشاب الأسمر الذي يقلد الفنانين. باي باي اسمعني كنت حار، هتجيب الفرن هتحط على الفرن بنزين هتطقها في الغيط هيولع هتتجوز النوبة. ويظهر بعدها بسنوات في دور الطالب النجيب المختلف عن زملائه الآخرين في مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973 ليلفت أنظار منتج السينما إلى موهبة مختلفة قد يكون لها مستقبل عظيم. آه يا أحمد كنت مع مين بقى؟ آه يا أحمد طب كنت مع مين؟ كنت مع مين؟ آه أما أنت مالكش حاجة. لتشهد فترة السبعينات بداية دخول أحمد زكي عالم السينما من خلال أدوار صغيرة في عدد من الأفلام الهامة بدأها بفيلم أبناء الصمت عام 1974 وكانت ستفتح له أبواب الشهرة والنجاح مبكرا عندما رشح لدور البطولة أمام سعاد حسني في فيلم الكرنك، لكن موزع الفيلم رفض ترشيحه بسبب عدم تمتعه بقاعدة جماهيرية فتم استبعاده، وقيل أنه حاول الانتحار نتيجة لإصابته بأزمة نفسية. ولكن شهدت أواخر السبعينات نجاحه في تجسيد شخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام. انظر حامد كنت داك رفت خير رفت فين في الدول. كما شارك بدور كمال في المسرحية الكوميدية الأشهر العيال كبرت مع سعيد صالح ويونس شلبي والتي بدأ عرضها عام 1979. أبوك حيسيب البيت يا سلطان. البيت ده يا سلطان هيتطربق فوق دماغ أهالينا يا أبو السلاطين. تعتبر فترة الثمانينات هي الانطلاقة الحقيقية والفترة الأهم في مشوار أحمد زكي الفني بسبب تجسيده لعدة أدوار هامة في عدد من أعظم الأفلام في تاريخ السينما المصرية كدور محمد المصري في فيلم النمر الأسود. المجند أحمد سبع الليل في البريء. مش ممتنع ولا حاجه، بس انا عايز افهم بالظبط. عبد السميع البواب الطموح في البيه البواب. ال 200 جنيه دول بيع فيهم 70 بتوع ايه؟ صمصب سلام. وضابط الشرطه هشام في فيلم زوجة رجل مهم. ارجع شغلي واعرف اسالك الكلام. طلعني كفايه كما شارك سعاد حسني في أول أعمالها التلفزيونية مسلسل هو وهي والذي نال نجاحا كبيرا وقت عرضه في شهر رمضان. هو أقوى من هي، هي أزكى من هو، هو أعظم من هي، هي أكمل من هو. أما فترة التسعينات فكانت فترة النضوج الفني لأحمد زكي وظهر ذلك في عدد من الأدوار مثل دور مصطفى المحامي الفاسد في فيلم ضد الحكومة. وده هلا في القضية، ودي حتة حشيش ما تجدع بيها. منتصر الصعيدي في الهروب. بعد عني بعد مني ايه انا ما تعطيني ماشي سوي بخاري. حسن هدهد في كابوريا. انا في اللابوريا ايه هنبكي عليك. والمصور سيد غريب في اضحك الصورة تطلع حلوة. العقد ما بيعملش الحقيقة، العقد بيثبتها بس. كلمة أنا بحبك عقل. كما شهدت فترة التسعينات عودة أحمد زكي مرة أخرى لتجسيد السير الذاتية من خلال دور الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56. قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وفي عام 2001 جسد أحمد زكي شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم أيام السادات الذي يعد من أهم الأفلام التي قدمها وبرع فيها أحمد زكي. املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشود حقيقة تعيش وتثمر،
وفي عام 2004 بدأت معاناة النجم الأسمر مع المرض بعد أن أصيب بمرض سرطان الرئة، وعلى الرغم من ألامه لم يكن يشغله سوى الحلم الذي كان يسعى لتحقيقه حتى في شدة مرضه. وبيقولوا عندك كانسر وبتاع مش عارف ازاي، فأنا في عز ما كانوا بياخدوني هنا وبياخدوني هنا بيحطوا لي حاجات مش عارف ازاي، فكنت فكنت بفكر فيلم حليم. ليعود أحمد زكي مرة أخرى إلى بلاتوهات السينما لتصوير آخر أفلامه حليم الذي جسد فيه قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ. وقف 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 تكلم أميرة وغفيرة. طب استنى يا حليم استنى، الكلام ده بيتقال وانت عارف يا تثبته يا تنفي. الحقيقة تعرفها مني أنا مش من الإشاعات والكلام الفارغ ده. لكن ألام المرض هزمت عزيمة الفتى الأسمر وحالت دون أن يستكمل تصوير الفيلم، ليرحل في 27 من مارس عام 2005 عن عمر ناهز 55 عاما بعد رحلة من الفن، الفرح، الحزن والنجاح. النجاح يعني استمرار، يعني بتحب شغلك، إزاي تقدر تحافظ على نجاحك طول ما انت عايش. يعني أنا مثلا مهمنيش أموت دلوقتي، يهمنيش أموت بعد ما أتسلم، أنا يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي. محمد سماحة، كلام تاني. ما قلته في العبارة الأخيرة الفنان أحمد زكي، ما قاله في العبارة الأخيرة كان حقاً، لم يمت أحمد زكي، ربما يكون قد فارق الحياة بيننا ولكنه بقى بفنه بقيمه بإبداعاته بأعماله حاضراً وبقوة، ليس فقط على الساحة الفنية ولكن ربما أيضاً في أذهاننا جميعاً. هذا الفنان الذي كان يمتلك من الخلق الكثير، هذا الفنان الذي كان يمتلك من الإبداع والموهبة الكثير، سيظل باقياً حياً بيننا. بعد الفاصل متابعة للعمليات العسكرية التي تتم في اليمن والقمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ يوم السبت القادم، ما هي الموضوعات المطروحة على القمة؟ هل سيحدث تحول ما في أجندة عمل القمم العربية وستكون من شرم الشيخ البداية؟ تساؤلات كثيرة وتحليل للمشهد على المستوى العربي والإقليمي والدولي أيضا، بعد الفاصل مع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. الإجماع على إنهاء الخلافات وتصفية الأجواء العربية وتحقيق المصالح المشتركة أهداف جمعت 12 دولة ضمن عضوية جامعة الدول العربية منذ نشأتها عام 45، ومنذ هذا التاريخ عقدت الجامعة 34 اجتماعاً للقمة بين أعضائها، بينها 25 قمة عادية و10 قمم طارئة إلى جانب 3 قمم اقتصادية. قمة رشاص الطارئة التي عقدت بمصر في 29 من مايو عام 46 هي أولى القمم العربية التي دعت إلى مناصرة القضية الفلسطينية، أعقبها قمة بيروت الطارئة في نوفمبر عام 56 لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، ومنها إلى أول مؤتمر قمة عربي رسمي في القاهرة عام 64 والذي دعي فيه إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. وفي نفس العام عقدت قمة الإسكندرية العادية التي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني. توالت القمم العربية بعد ذلك، وكان من بينها قمة الخرطوم في أغسطس عام 67 بعد نكسة يونيو 67 التي عرفت بقمة اللاءات الثلاث، لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائيل، وقمة القاهرة الاستثنائية في سبتمبر عام 70 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني، والتي أفضت إلى عقد مصالحة بين عاهل الأردن الملك حسين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بالإضافة لقمة الجزائر في نوفمبر عام 73 التي رحبت بانضمام موريتانيا إلى جامعة الدول العربية. اعتادت القمم العربية بحث قضايا هامة في المنطقة، حيث عقدت القمة السداسية بالرياض في أكتوبر عام 76 لبحث قضية الحرب الأهلية في لبنان، تلتها قمة القاهرة في نفس العام للتصديق على قرارات قمة الرياض وإنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربية في لبنان.
وفي نوفمبر عام 78 عقدت قمة بغداد بغياب مصر لرفضها اتفاقية كام ديفيد، وأكدت التمسك بتطبيق قرارات المقاطعة العربية لإسرائيل، وقررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس. قبل أن توافق الدول العربية على إقرار مشروع للسلام مع إسرائيل في المنطقة خلال قمة فاس المغربية عام 82. وفي نوفمبر عام 87 عقدت القمة العربية في عمان لمناقشة الحرب بين العراق وإيران، كما عقدت قمة أخرى في مايو عام 89 بالدار البيضاء وشهدت عودة مصر إلى عضوية الجامعة العربية. تلاها عدد من القمم الاستثنائية في بغداد والقاهرة وقمم عادية في عمان وبيروت وشرم الشيخ وتونس عام 2004 التي أقر القادة العرب خلالها وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية. توالت القمم بعد ذلك بشكل منتظم، فعقدت بشكل سنوي في الجزائر والخرطوم والرياض ودمشق وصولا إلى قمة الدوحة عام 2009 التي شهدت مصالحة بين العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بالإضافة للقمة العربية الأخيرة قبل ثورات الربيع العربي والتي عقدت في سرت الليبية عام 2010. قبل أن تعود القمم للانعقاد مرة أخرى عام 2012 في بغداد، ثم الدوحة في العام التالي، والكويت في عام 2014. وعقب مرور 69 عاماً على انعقاد أول قمة عربية، تستضيف مصر مرة أخرى القمة العربية العادية في دورتها 26 بمدينة شرم الشيخ يومي 28 و29 من مارس الجاري، لتعقد هذه القمة في وقت يواجه فيه العالم العربي مخاطراً وتحديات عدة ما بين إرهاب وانقسام وحروب أهلية. دليا علي، كلام تاني. شكرا لزميلة داليا علي. قمة عربية عادية ولكنها تأتي في ظروف تمر بها المنطقة العربية ليست عادية على الإطلاق، حجم التحديات ربما يكون مختلف، هناك آمال كبيرة تعقد على أن التعامل مع هذه التحديات ربما يكون أيضا مختلفا هذه المرة، ليضع الكثيرون آمالا كبيرة على قمة شرم الشيخ للخروج بآليات فعالة بالفعل للتعامل مع التحديات الراهنة وفي القلب منها الإرهاب والنزاعات العربية. معنا في الاستوديو اليوم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. وبشكر حضرتك على تلبية الدعوة رغم انشغالك، وأنا عارفة أن الوقت ما كانش مناسب، لكن احنا عادة بنلتقي في حلقات حاسمة دائما مفصلية. العمليات العسكرية التي تتم الآن في اليمن، ربما السؤال اللي كان مطروح النهاردة في الشارع العربي كله، هل هي عمليات عسكرية محدودة؟ هل نحن بصدد حرب إقليمية كبيرة يمكن أن تجر إليها المنطقة لتشهد مواجهة حقيقية ما بين السعودية وإيران التي تفشى نفوذها بشكل كبير جدا في المنطقة؟ كيف تقدر الموقف إقليميا اليوم؟ لا، أنا أعتقد أنه الحكمة بتقول أن هذا النوع من العمليات يجب أن يكون سريع جدا وجراحي، بمعنى أنه ما لا تطول فترة الاشتباك أو فترة التواجد في عمليات عسكرية، لازم نكون أهداف محددة سريعة، يعني الضرب يكون سريع ومتلاحق بحيث ان الهدف يتحقق اللي هو تركيع الطرف الاخر واجبره على الدخول في مفاوضات. هو ده اللي احنا عايزينه، لان العملية العسكرية مش هتحسم حاجة، هي هتغير لقواعد اللعبة بحيث ان الطرف الاخر يعني يوافق على الجلوس على مائدة المفاوضات تاني ويدخل في العملية السياسية، وهو ده مطلوب. احنا مش مطلوب ان احنا نقضي على الطرف الاخر او جماعة الحوثيين او خلاف، بالعكس احنا عايزينهم يخشوا في عملية سياسية محكمة بتشرف عليها دول مجلس التعاون الخليج او جامعة الدول العربية حسب ما يترأى للقمة القادمة. التحديات على الأرض فيما يتعلق بالتركيبة القبلية اليمنية، طبيعة التطور والتمويل والدعم الكبير التي تنعم به الحركة الحوثية من قبل إيران سواء فيما يتعلق بالتسليح والتمويل وما إلى ذلك، ده ما يخلي شوية الأطراف يمكن أن تنجر إلى هدف ليس سهل المنال، يعني إنهاء العمليات سريعا؟ لا، هو دائما يعني بالتاريخ كده الخلاف في اليمن دائما بتلاحظي أنه ما يقدروش يحلوا عسكري لا، وكما يقدروش يحلوا لوحديهم المعضلة اللي هم بيخشوا فيها. دائما لازم يكون في طرف خارجي هو اللي بيدير هذا يعني المفاوضات او الحوار اللي بينهم، وبالتالي
انا لا انا اعتقد انه العمليات العسكريه لازم تحقق اهدافها بان يتم اجبار الطرف الاخر على الجلوس في المفاوضات، بعدين في نفس الوقت لازم يكون في باكج معينه بتقدم لليمن. يعني انت ما تقدريش ان انت بعد كل اللي حصل ده تيجي تقولي خلاص احنا هنعيد صياغه الشكل السياسي بتاع الدوله ديت بدون ما نوجه بقى بعض الطاقات للتنميه كمان. يعني لازم يكون في جزء كبير جدا من الدعم العربي لهذه الدوله انها تقدر، يعني هي من يمكن اقل الدول العربيه قدره على التنميه، عندهم مشاكل كثيره، فبالتالي لازم نكون في والتهميش يعني الذي عانى منه اليمنيون في شمال اليمن كان محركا لهذه الجماعات بشكل كبير. طبعا على مدى عقود طويله هذه الجماعه كانت مهمشه، ولازم برضو يعني نغوص في اسباب هذا الخلاف وليه الناس دي تجرأت بهذا الشكل وطلعت على السطح، ومع انهم اقليه قليله جدا انها تقدر تسيطر على الوضع. وهو ده اللي حضرتك، دي ظواهر جديده موجوده في المنطقه العربيه اللي هي فكره عمليه ايه تقويض الدولة. يعني دايما بتلاحظي انه مثلا داعش تطلع عشان تقويض الاوضاع في العراق وفي سوريا عن طريق جماعات غريبة جدا احنا عمرنا ما كانش عندنا حتى خبرة بيها، جماعات عندها بعض السيارات اللي هي 4x4 زي ما بيقولوا وعليها مدافع متطورة وبتستطيع انها تعبر الحدود بكل حرية وتروح تقوض اركان عشان الدولة. عشان كده انا قلت ان الجانب الذي او الطرف الذي نواجهه اليوم هو طرف ليس هينا، لديه من التسليح ولديه من التمويل ولديه من الوجود على الأرض ما يجعل إنهاء العملية العسكرية أو أن تكون هناك عمليات محدودة النطاق تنجز الهدف سريعا أمرا ليس سهل المنال. لا هو يعني لا انا اعتقد ان هو هيكون سهل، ان هو استمرار الضربات وهتبقى شيء موجع لهذه الجماعات، وخاصه انه بيتم دلوقتي ضرب برضو ايه خطوط الاتصال ما بين هذه الجماعات اللي موجوده في مناطق متفرقه من اليمن، قطع خطوط الاتصال التواصل بينهم بحيث ان هي تبقى كيانات معزوله وما تستطيعش ان هي تقوم بدور يعني ايجابي في على الارض في تلك الفتره. ف انا اعتقد انه العمليه لن تطول عسكريا، وده مش من مصلحه حد ان صحيح. العمليه العسكريه تطول لانها مش عايزين خسائر كثيره، مش عايزين كمان نولد استنفاذ للطاقات كمان بشكل كبير بالظبط ونولد حقد وكراهيه اكتر من هو موجود، احنا عايزين نحل اكتر منها عمليات عسكريه محدوده لاهداف معينه ارغام الطرف الاخر للجلوس على طاوله التفاوض وباكج اقتصاديه بعد كده ممكن خاصه بالتنميه. هل نشهد تحولا في السياسه السعوديه؟ ما يحدث الان طبعا طبعا لا طبعا في تحول، بس انا سعيد بيه، يعني انا في تحول نقدر نقول عليه جريء في السياسه السعوديه، ولكن انا بقول لك ان العالم العربي كله بيستيقظ في هذه الايام. حتى القمه العربيه هي انتهت قبل ان تبدا، انتهت قبل ان تبدا، يعني اتت اشتغلت على الارض وخدت قرارات قبل ان قبل يعني تعبير صحيح. يعني هو هيحصل بس كده اندورسمنت للي حصل على الارض في يوم السبت يعني. فبالتالي انت قصاد يعني اول مره تحسي ان العالم العربي مش مفعول به فاعل فده شيء جيد ايجابي. السعوديه برضو دخلت في مرحله كان عندها تطور سياسي واقتحام سياسي جامد في بعض المشاكل في فتره الملك عبد الله، انا بشوف ان ده كمان نقله نوعيه في سياسه السعوديه بهذا يعني بالتدخل العسكري، وده شيء كان متوقع لانه هو في عارفه نقاط معينه كده في العلاقات بتحتم عليك العمل العسكري. أنا كنت بقول النهاردة أن ربما يكون التعبير أنه لم يكن هناك خياراً غير التدخل العسكري. بسطت إيران نفوذها بشكل كبير في اليمن، موجودة في سوريا والعراق ولبنان، يعني تسيطر على المنطقة. بالضبط، هو يعني أنت حتى في الطب يعني لما يكون في ورم سرطاني في مكان لازم إجراء جراحي على طول، لازم تتشال. وبعدين بعد كده يتم بقى العلاج الكيماوي ومش عارف ايه يعني العلاجات المصاحبه او المكمله، لكن لازم جراحه. واللي بيحصل دلوقتي زي ما حصل برضو في مصر وليبيا عمليه جراحيه لاستئصال محدوده النطاق استئصال ورم معين، اذا كنت هتسيبيه كان هيتفشى وهينتشر وكانت هتبقى العواقب غير يعني محموده. بعض التصريحات التي تحمل تلويحا بفكره الغزو البري بفكره الحرب المفتوحه، هل هي نوع من التصعيد للردع؟ انا اعتقد ان هي يعني
ديت تحفيز ومحاولة يعني وضع الطرف الآخر في الخانة بتاعت ان انا هقبل فعلا الجلوس على مائدة التفاوض نتيجة التلويح بمثل هذه الإجراءات. لكن انا بستبعد يعني تماما ان الامور تستدعي تدخل بري. يعني انت عارفة فكرة الفوضى الغير خلاقة يعني ديت انا بعتقد ان احنا لازم ايه نعجب نفسينا عن الدخول فيها. صحيح. يعني دايما احنا لازم نحط في ان في فكر اسمه فوضى الخلاقه. احنا بنقول عليها فوضى غير الخلاقه، ولكن هذا الفكر لازال الامريكان بيدعموه بطريقه ما. وهتشوفي ان هيحصل في الشمال بعض برضو التطورات دلوقتي. يعني مثلا في ميليشيات ايرانيه ممكن هتبتدي تنشط في الفتره الجايه في الدخول في اماكن في العراق. يعني التفاعل بتاع المنطقه مش هيتوقف. يعني رد الفعل على ما يحدث في اليمن ربما سيكون في العراق. ممكن او يكون في العراق. وبرضه احنا لازم نكون متحسبين لهذا الوضع، او حتى متحسبين لشمال السعوديه ان ما يكونش في اي نوع من يعني محاوله تهديده من بعض الميليشيات الإيرانية من ناحية العراق من الحدود الشمالية. من الحدود الشمالية. لكن هناك مخاوف أيضا من تصعيد العمليات في الجنوب، جنوب السعودية، وأن إيران تدعم هذه المسألة، وبالتالي يصبح الاحتكاك قوي على الحدود، وبالتالي قلب الأمن القومي السعودي. لا بس بتنسيش أن دلوقتي أن في سيطرة على المجال الجوي اليمني، في سيطرة على المجال البحري كمان. صحيح. المجال البحري. فإذا أنت بتحاولي أن أنت تجففي هذه الإمدادات اللي ممكن تروح لهذه الجماعات. فبالتالي الحقيقه التحرك من الناحيه العسكريه، يعني احنا طبعا مش خبير عسكري ولا حاجه، لكن اتعمل بشكل يعني جيد جدا بحيث انه يكون في ضرب داخلي وفي نفس الوقت يكون في عمليه من يعني تطويق لامكانيه الامتدادات. واعتقد انها نجحت الى حد كبير. حينما تعلن ايران او يعلن قائد للبحريه الايرانيه ان هناك سيطره لإيران على مضيق باب المندب، هذا نوع من الاستفزاز الواضح للأمن لكل، هذا تهديد الأمن القومي العربي كله وليس تهديد الأمن العربي السعودي. هل إيران كانت عازمة على التصعيد أم أنها لم تكن تتوقع أن تتحرك السعودية بالزبط. ودول المنطقة باتجاه عمل عسكري؟ أولا حاجتين. أول حاجة أن إيران كان عندها راحة استراتيجية كبيرة جدا نتيجة دخولها في مفاوضات طويلة وأنها شعرت بالقوة وأن هي استطاعت أنها تلعب مع الدول الغربية لعبة المفاوضات طويلة الأمد وقدرت أنها فعلا يعني تعملها بمهارة كبيرة جدا. تاني حاجة فعلا النظرة إلى العالم العربي أنه عالم مفكك ولازال بيعاني من أثار الثورات الربيع العربي وكل دولة منكفئة على مشاكلها الداخلية، ويعني كان خطأ في التقدير بتاع رد الفعل العربي. عشان كده لم تقرأ جيدا أن تحالفا عربيا سنيا سعودية مصر وربما تركيا وقطر أيضا، وده يمكن غريب في المعطيات طبعًا. يمكن أن يتحرك. هو أنا عايز أتجنب الحتة دي، عايز أتجنب فكرة السنة والشيعة، لأن دي لو بدأت دي مش هتخلي حد. يعني احنا بنتكلم يعني يعني لازم نبقى عندنا حرص شوية. هم واخدينها من باب الصحوة الإسلامية وتكوين مشروع الهلال الشيعي، لذلك ساندوا الحوثيين بشكل واضح لتكرار التجربة. بالظبط. ولكن برضو ايه يعني احنا يعني هو بصي يعني انت كده امشي بالتدريج هتلاقي ان الولايات المتحدة الأمريكية حطت لك الأول خيار الإخوان فشل، حطت لك خيار داعش فشل، آخر كارت هو الشيعة والسنة. فاحنا لا يمكن ان باي حمل احوال ان احنا نخش في هذه المنطقه ونحاول ان احنا نحجمها بالعقل وبالقوه احيانا، ولكن لازم يكون في توازن في تحركنا في الفتره الجايه في هذا الشان. يعني وانا اعتقد انه يعني زي ما حضرتك تفضلتي انه وجود تركيا وقطر في نفس القارب يعني الان، انا اعتقد ان ده في حد ذاته شيء جيد وممكن يرضع ايران الى حد ما ان هي ما تتمددش. ان هي ايران دايما تمددها خشن بعكس تركيا، يعني كان تمدد تركيا في المنطقه كان ناعم عن طريق التمثيليات، الثقافه، الاقتصاد، القوه الناعمه. لكن دايما ايران تمددها خشن بدليل الجزر في الامارات، موضوع الحوثيين، تاييدها العراق في العراق سوريا، وسوريا، حزب الله في حماس احيانا وهكذا. فاحنا يعني لازم يعني مفيش مانع ان احنا في المرحله القادمه كمان ان احنا نخش في حوار استراتيجي مع ايران. احنا مش عايزين يعني نشيطن ايران ونعملها عدو لنا،
منها. ولكن كان هناك توجه داخل الخارجية المصرية دوما للحث على هذه الفكرة، وسمعته كثيرا حتى من السيد عمرو موسى نفسه، فكرة الدخول في حوار استراتيجي مع ما سمي بمشروع دول الجوار، وكانت إيران في القلب منه. طبعا طبعا طبعا. ولكن هو دلوقتي الوضع مختلف شوية. ليه؟ لأنه دول الجوار دي أصبحت دول فاعلة في الإقليم اللي احنا عايشين فيه. يعني هتلاقي أن تركيا لها النفوذ دور الإيراني، النفوذ التركي يعني. وحتى يعني كان في مرحلة ما طبعا السيطرة الإسرائيلية أو الهيمنة الإسرائيلية، وأحيانا حتى كمان التأثير الأثيوبي كان موجود في مرحلة ما قبل التقارب اللي حاصل. فأنت دلوقتي الإقليم، أنا أعتقد أن يعني القمة العربية ديت أتمنى أن هي بس تحافظ على الإيجابيات اللي احنا شفناها الكام يوم اللي فاتوا دول. في سلبيات، محدش يعني أنا مش عايز أكون من دعاة أو بدق طبول الحرب أو كده، في أكيد سلبيات لأن في ناس هتموت، في إراقة دماء هتحصل من جميع الأطراف. لكن في النهاية أنا بقول لك بس القتال كان موجود في اليمن بشكل مكتوب علينا. هو يعني مكتوب يعني هو التحدي ده أو المواجهة ديت مكتوبة. زي برضو دلوقتي في أصوات جوه مصر هننجر ومش عارف إيه، لا مفيش حاجة اسمها إن احنا هننجر. بس خلينا نقول حاجة، ان هذا هذه الاصوات التي لديها مخاوف من مسألة انجرارنا للحرب في اليمن، احنا عندنا حاجة عودة اسمها عودة اليمن. ايوه يعني طبعا الاستنفاذ الكبير الذي تم لمصر في عهد عبد الناصر في حرب اليمن سايب خبرة سيئة لدى الجميع. يقول لك احنا في مرحلة صعبة، لماذا نتورط مع اطراف لا بس أخرى؟ مختلفة تماما الفكرة. الفكرة الان مختلفة تماما. انت بدلاتي يعني القمة دي اسمها قمة الحقيقة اللي احنا هنشوفها دي، وانت بدلاتي بتدافع عن نفسك وعن كيانك. فأي واحد يتخاذل في هذه اللحظات اللي احنا موجودين فيها دي، ده هيبقى خيانة للوطن وخيانة حتى لنفسه كمان. هو البعض فاهمها أن تدخل مصر بهذه القوة هو نوع من المساندة لحلفتها للاستراتيجية السعودية، في حين أن الأمن القومي نفسه العربي كان مهدد وفي القلب منه مصر بسبب قرب من السيطرة على باب المندب، وهذا يعني عمق استراتيجي لمصر. طبعا وكان كل الناس بتتكلم في هذا الإطار منذ عدة شهور أنه هذا الموضوع غير مقبول بالنسبة لمصر. ويعني زي ما أنت بتتكلمي عن أولا الأمن القومي مصر يبدأ خارج حدودها، مفيش حاجة اسمها أمن قومي جوه حدودنا، ده يبقى نظرة قاصرة وهتصيبك بالضعف أكتر منك ما هتصيبك بالقوة. فلازم فعلا كنا نتحسب لهذا الأمر، ولازم يكون في فعلا يعني أنا متأكد أن كان في فكر إزاي هنتواجد في هذه المنطقة في حالة أن الحوثيين تقدموا. وأنا بقول لحضرتك كمان أن احنا نجي تأخرنا في التعامل مع ليبيا والتعامل مع اليمن. يعني كعالم عربي كان لازم نتعامل مع ليبيا يعني مبكرا اكتر من كده، لان دايما انت حتى بس تحت غطاء مشترك، وهي دي الأهمية في هذه المسألة. لا يمكن لدولة منفردة أن تقود حربا أو عمليات عسكرية بشكل منفرد، ولكن تحالفا من هذا النوع كالذي يتم الآن هو تحالف جيد للغاية، وأن هناك مصالح تربط حينما تتدخل السودان وحينما تتدخل الأردن وحينما تتدخل باكستان وحينما تتدخل قطر وتركيا. هذه دلالة بأن حجم التحدي يعني على الجميع وليس على السعودية وحدها أو مصر وحدها. لا أنا متفق مع حضرتك تماما، ولكن أنا بعتقد أن احنا كانت التدخلات دي كان لازم تبقى بطريقة بدري شوية، لأن تفاقم الوضع دلوقتي وسقوط مثلا عدن في يدهم دي انا اعتقد انها كانت يعني ما كانش ينفع انها تحصل. حتى كان لازم وانت تتحدث البحريه الايرانيه عن سيطرتها على باب المندب، يعني وصل الامر الى هذا كلام المستوى. كلام غريب جدا، ولكن المهم انه في فعلا صحوه عربيه، في جسد عربي ابتدى يستيقظ، في فكر عربي واحد. صحيح في تحفظات على موضوع القوة العسكريه او القوة المشتركه، ولكن الموضوع ده المفروض ما يعني لا يعيقنا في تنفيذها. ما هي التحفظات الموجوده على فكرة قوة عربية مشتركة؟ ما انت عندك مثلا ثلاث دول على الاقل ما لهمش قرار، يعني انا اسف اقول الكلام ده، يعني العراق وسوريا واليمن، ادي ثلاث دول ما عندهمش قرار. في دول تانية بتعتبر ان ده يعني خطوة مبكرة الى حد ما، وفي دول بعد تانية بعد كل هذه السنوات من النزاعات العربية العربية والنزاعات العربية الإقليمية هذه، بس دي دولة او اتنين. وفي دول مش هقولك انها فاشلة، هقولك انها هشة ما لهاش قرار برضه، يعني انا اسف ضعيفه بحكم تكوينها بحكم المشاكل اللي عندها والمصايب الموجوده جوه. فبالتالي لكن الاجماع كله او الغالبيه، بلاش الاجماع، الغالبيه لا طبعا موافقه وحاسه بالخطر. وانا اعتقد ان ديت يعني بدايه جيده لنظام عربي جديد، وهو ده اللي احنا عايزينه. والنظام العربي الجديد ده مش نظام عسكري بس، ده نظام سياسي، بمعنى ان انت لو خرجتي عن الفلك بتاع هذا النظام كأي دولة لازم يكون فيه عليها عقوبات. خلاص عهد المجاملات انتهى،
عهد الاحضان والقبل في القمم العربيه اللي كنا بنشوفها وبيانات الادانه والشجب والكوميديا التي كانت تحيط بالمصر. عشان كده انا بقول لك ان اسمها قمه الحقيقه، يعني كل واحد لازم هيبقى واضح تماما امامه الخطر اللي احنا موجودين فيه، واي تهاون في هذا الخطر او اي مجامله لاي طرف انا ما اعتقدش ان هو هيكون مقبول على الاطلاق، لان حجم التحديات بات مختلفا وحجم التحرك منفردا. يعني حينما تواجه دوله الارهاب مثلا، مصر تواجه الارهاب، تونس تواجه الارهاب، حينما تواجه هذه الدول الصاعده نحو الديمقراطيه ارهابا بهذا الحجم لا يمكن ان تتحرك منفردا. نحن نواجه عدو له طبيعه مختلفه، هناك اجهزه معينه تدعمه، هناك حجم تمويل كبير في ظاهره جديده، ظاهره جديده طبعا، ظاهره الارهاب بالشكل اللي انا موجود في المنطقه عندنا دلوقتي ده ظاهره جديده تعتبر. الارهاب اللي هو المتجول ده اللي عمال يطلع من بلد الى بلد ومفيش حد بيوقفه، دي ظاهره جديده ما كانتش موجوده في اي فتره من الفترات. حجم التحرك إذا ما نظرنا عودة إلى الوراء ربما نفهم ما كان يحدث. يعني حينما أجد التحركات السعودية القطرية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإعادة قطر مرة أخرى إلى دول الخليج العربي، حينما أجد زيارة لأردوغان قريب منذ فترة إلى الرياض، يبدو أن السعودية كانت تتحرك على هذه الأبعاد، قطر تركيا مصر، لمحاولة تكوين إذا ما اعتبرنا تحالف بصفة عامة وليس تحالفا، يعني حضرتك تحفظت على سني، تحالفا في المنطقة لمواجهة إيران. لا، هي السعودية في عهد الملك سلمان أنا أعتقد أنها بدأت بطريقة اللي هو إيه، مد الأيدي للجميع. يعني هو يعني مش عايزين يبدأوا بعداوة مع حد، هو حاول أنه هو يوجد كده إطار استراتيجي جديد أنه هو على علاقة جيدة بالجميع، بتركيا بقطر حتى بالنسبة لليمن هو كان له تدخل فيها قبل ما تصل الأمور إلى تدخل عسكري، تدخل سياسي عن طريق مجلس التعاون. يعني لم يلتزموا بالاتفاق الذي عقد في مجلس التعاون. يعني إذن هو كان في منهج معين بتسير عليه السعودية في الفترة القصيرة الماضية، أنه لا لازم يا جماعة نمد خطوط الاتصال بالجميع ونحاول أن احنا نوجد كده بيئة استراتيجية جديدة خالية من التوتر والمعاداة لأي طرف. فشلت هذه، مش فشلت يعني، موضوع الحوثيين ده هو ده اللي عارفة ايه خلى السعودية تعجل تطلع بقى الى درجة اعلى شوية من السياسة بتاعتها المعتادة الى سياسة اكثر نشاطا واكثر حسما. عشان كده يعني انا كنت اتمنى انهم يسموها الحسم بدل الحزم، يعني يعني الحسم، عاصفه الحزم وليس الحزم. حسم موقفهم هم يعني فيما يتعلق موقفهم الداخلي وحسم حتى لكل العرب. يعني العرب انت كل دوله خلاص دلوقتي صادق، يعني لازم تظهري موقفك، ما ينفعش ان انت تتواري ورا موقف كده نص ونص او اسلوب مش واضح وتتعاملي مع الموقف بميوع. خلاص دلوقتي مفيش مجامله، مفيش ميوعه، في اخطار، اذا يكون في ردود فعل ورد فعل، يكون لازم كمان في وحده في هذا الرد الفعل. فانا يعني للاسف يعني يبدو ان احنا كعرب ما بنشتغلش الا تحت ضغط الازمه. يعني ما نعرفش ان احنا مرينا بازمات، لكن الازمات المره دي مختلفه وتهدد امن واستقرار المنطقه كلها. لا انا قصدي ان انت ما تعرفيش تنتجي انتاج جديد جيد الا تحت ضغط ازمه. يعني ما ينفعش كنا نتكلم في الكلام ده مثلا من سنتين ثلاثه ونقول يا جماعه لازم يكون في انتبهوا للنفوذ الايراني وتمدده في المنطقه. كانت بالزبط. هناك مقالات واراء مستنيره في هذا وبوادر كثيره كانت يعني بالعكس، كان في ناس ايام في 25 يناير تتذكري كان في ناس بتدعو الى رفع درجه العلاقات الدبلوماسيه مع ايران الى درجه السفير فورا، وان ده ما ينفعش يبقى ازاي عندنا سفير في اسرائيل وما عندنا سفير في ايران. يعني كانت الامور مختلطه، لكن اعتقد الامور دلوقتي من مصلحه ايران انها تعيد النظر في سياستها الخاصه. هل التدخل وهذه العمليات وهذا التحالف يمكن ان يكون ضربه قاسمه تمثل مفاجاه كبيره لايران تدفعها الى العدول عن سياسات معينه تتبعها، يعني التراجع خلفا؟ لا، هم شوفي الدبلوماسيه الايرانيه دبلوماسيه صبوره جدا وتعتمد على المدى الزمني. يعني انت عارفه ثقافه السجاد اللي هي يعني حلو التعبير، ثقافه يقعد بقى يشتغل براحته ويفنن يعني. لا يعني هو الطفل بيبتدي على السجاده بيكبر معاها. فعندهم صبر هم في طريقتهم، يعني هم مهره جدا في الدبلوماسيه بتاعتهم حقيقه، دبلوماسيه يعني عريقه كمان. هذا يعني انهم سيستوعبون الصدمه الحاليه ولن يكون لهم رد فعل عنيف؟
انا ما اعتقدش ان هم عندهم رد فعل عنيف، هم مش في موقع دلوقتي، هم عندهم لسه لازالت الامور يعني عارفه ايه، مش ثابته مع الغرب بالنسبه للاتفاق النووي، عندهم مشكله مع اسرائيل. ما اعتقدش ان هم يقدروا يفتحوا جبهه ثالثه، وجبهه ايه بقى دي لها جذور تاريخيه العرب والفرس يعني. فما اعتقدش ان هو يعني انا من احساسي بحكمتهم السياسيه ما اعتقدش ان هم هيقدموا على توسيع الجبهات بهذا الشكل يعني. وخاصة أن يقدموا على توسيع الدعم في اليمن، ربما يعني يتراجعوا خطوتين للوراء إن صح التعبير. أنا يعني أنا أعتقد أنه هيكون في اتصالات في الفترة الجاية، أن هم يكون في حل سياسي سريع وممكن هم حتى اللي يطرحوه حتى يعني على بعض الدول اللي هي ممكن تكون ما بيننا وبينهم. انا ما اعرفش هما مين القريبين منهم اكتر يعني، يمكن باكستان ولا حاجه. لكن باكستان شريكه في هذا، ما شريكه بس برضو يعني لازالت يعني سياسيا، او سلطنه عمان ممكن برضو هي بتقوم. يعني باكستان قالت سترسل وفدا للسعوديه للتفاوض حول الازمه، على ذلك انه سيتم طرح الخيار السياسي ربما عبر باكستان. لازم يكون في خيار سياسي يعني. العمل العسكري اصل هو دائما هو معروفه كده في اي حته، حتى في الحرب العالميه الاولى والثانيه موتوا بعض وبعدين بعد كده قعدوا على لا، وحتى يعني النهارده كنت بيجي في ذهني درس السادات في اكتوبر يعني لتحريك العمليه ثم بعد ذلك الدخول في مفاوضات سلام، ودي يمكن تكون العقليه المستنيره اللي كان السادات سابق بيها ربما لفتره طويله. لو اتكلمنا عن المواطن المصري اللي حاسس يقول لك واحنا ناقصين يعني، ده احنا كنا حاطين ايدنا على قلبنا لما حصلت ضربه ليبيا وكان لها مبرر فيما يتعلق بقتل 19 مصري، ثورتنا في اليمن احنا قلقانين ومش عارفين المساله هيبقى حدودها قد ايه وقتها قد ايه، هذه المخاوف كيف يمكن التعامل معها؟ لا هو يعني حاجتين، يعني اول حاجه انه يعني بالقياس حتى بموضوع ليبيا، انت في ليبيا عملتي عمليه محسوبه يعني، ما عملناهاش يعني بقى وتوسعنا بقى وتوغلنا ودخلنا لا يعني عملية محسوبة يعني، الرد كان بقدر هو حتى الحاجة. رئيس فتح السيسي قال نحن لا نهاجم أحدا ولكن نحتفظ بحق الرد لاستعادة القرارة المصرية، وفي نفس الوقت العملية نفسها محسوبة محدودة عسكرية يعني، ما حصلش مثلا دخول القوات أرضية زي أيام الرئيس السادات مثلا، ما حصلش. فبالتالي دي حاجه. تانية حاجه انك لا انت لما نتكلم على الامن القومي المصري زي ما قلت انا في الاول، مفيش حاجه اسمها ان احنا ما نروحش ونقعد نقفل على نفسينا وننكفئ على مشاكلنا ونترك البيئه اللي حوالينا كلها تبقى فيها اضطراب، ده هياثر عليك اولا، هياثر يعني انت لو سيبنا الموضوع ده ما ممكن ده ياثر على مشروع قناه السويس اللي احنا عاملينه واللي احنا هنفتخر بان احنا هنفتتحه مثلا في 4 اغسطس الجاي، ممكن ده قوي ده يعني يقلل البهجه بتاعتنا والانتفاع حتى من هذا المشروع. وبالتالي ما فيش حاجه اسمها ان احنا باب المندب يعني مضيق باب المندب في يعني النهايه. هو البحر الاحمر ده مش بحيره عربيه تقريبا يعني، هو بحيره عربيه تقريبا، ده منفذنا على البحر يعني البحر الاحمر وعلى العديد السودان والاردن والمملكه العربيه السعوديه طبعا يعني. فانا بقول لك يعني ايه الفكره ايه، ما ينفعش ان احنا ننكفئ على كده على مشاكلنا ونقعد نقول لا مالناش دعوه بده ومالناش دعوه بده، لا انت في محيط مضطرب في غليان في هذه المنطقه للاسف، واعتقد انه هيفضل فتره يعني مش بسيطه، وبالتالي يجب ان احنا نطفي هذه الحرائق بسرعه وبحسب، ما فيش حاجه اسمها نسيب يعني عارفه جروح مفتوحه حتى تتقايح. حضرتك قلت لي تعبير بدات القمه واتخذت قراراتها قبل ان تعقد، ما هو المتوقع من هذه القمه؟ هل سيكون هناك تفعيل اوسع واليات واضحه لمساله مثلا القوى العربيه المشترك او التدخل في النزاعات بشكل واضح؟ انا يعني اعتقد ان ده هيتم بالارض بقى في شكل يعني في اطر قانونيه. النهارده اتكلموا عن التفعيل معاهده الدفاع العربي المشترك، والدكتور نبيل العربي اشار الى انه يمكن ما حصلش اجتماع واحد بس لاطراف المعاهده سنه 73 يمكن. احنا بنسمع عن اتفاقات الدفاع العربي المشترك منذ سنوات يعني، احنا كلنا كاجيال طلعنا كده بيقولوا لنا الدفاع العربي المشترك دون ان يكون هناك دفاع عربي مشترك. لا وفي امانه عسكريه في الجامعه العربيه ومحدش يعرف عنها حاجه. دي اول مره كنت اسمعها. اول مره اعرف في امانه عسكريه. لا في امانه عسكريه في الجامعه الدول العربيه. اللي نعرفه احنا بيانات الادانه والشك هو ده اللي احنا نعرفه. فيعني انا اعتقد ان ده هيكون يمكن بدايه بعث جديد لكيان الجامعه العربيه
اللي احنا كلنا فعلا منتظرينه. وهو حتى دكتور نبيل النهارده يعني كان عنده حاله من السخط شويه على الصحافه، بيقول انت كل شويه عم تقولوا الجامعه العربيه بتعمل ايه، الجامعه العربيه بتعمل ايه، اما جت تعمل برضه مش عاجبكم. فاذا احنا انا اعتقد ان احنا بنمهد لنظام عربي جديد. اهم حاجه في هذا النظام العربي الجديد ان يكون في التزام بيه. ما ينفعش ان احنا عارفه اللحظات اللي جايه او الشهور القادمه ما ينفعش حد يغرد خارج السرب او يطير خارج السرب. لازم كله يبقى جوه السرب. والتحديات واضحه وما اعتقدش انها محتاجه مشتركه يعني حينما تواجه المنطقه العربيه ارهابا هذا التحدي يواجه الجميع. ده هيخدني بالمناسبه لموقف الولايات المتحده الامريكيه. كيف تقرا حضرتك موقف الولايات المتحده الامريكيه؟ غريب يعني انا وندعم وسندعم استخباراتيا ولوجستيا، يعني ما فهمتش يا لوجستيا يعني على الارض هتعملوا ايه يعني، واستخباراتيا هتقدموا معلومات عن ايه؟ تبدو اللغه غير مفهومه يعني كانهم متعمدين يعملوا بيان مش مفهوم. انت عارفه زي اللغه الدارجه اللي بتستعمل دلوقتي يقول لك بتهدي النفوس، هو عارفه بيعمل يعني اجنيشن للمشاكل اكتر يعني. لا هو غريب فعلا يعني، هو بيتعامل مع الموضوع بتاع الحوثيين ده بشكل، وفي فوق في الشمال بيتعامل مع ايران بشكل تاني. فمع تدخل مصر مثلا في ليبيا بشكل تالت. فسياسه الولايات المتحده هي سياسه عارفه يعني تقدر تقول هي طبعا واضحه جدا عنده، ولكن هو مش عايز يسيب الاقليم دوت في هدوء. ده يعني العنوان الكبير، سيبهم يتفاعلوا، سيبهم يشتغلوا. صحيح سيبهم قواهم تستنفذ في صراعات بينهم وفي صحيح تحديات. ان السعوديه مهمه بالنسبه لنا عشان يمكن نفط وحاجات كده وعلاقات تاريخيه، اذا نشتغل معاها شويه. لكن فوق مثلا في بالنسبه لداعش، لا سيب داعش تتمدد الى حد ما، سيب ايران تتدخل برضه ويتفاعل الاقليم فوق، سيب ليبيا بؤر التوتر واضعاف لمصر كده يعني. هو دي ده المنهج. لا بس ده لا يمثل تهديدا للولايات المتحده نفسها يعني. لا. القاعده التي وصلت الى الولايات المتحده ونفذت فيها هجمات ارهابيه يمكن ان يكون لداعش ايضا يعني. لا ده بالعكس، ده انت داخله في اطار مهادنه يعني عشان تبقي عارفه يعني الغرب يعني اشوف انجلترا مثلا موقفها من جماعه الاخوان. المانيا ليه واخده موقف لغايه دلوقتي من 30 يونيو؟ كل دي في اطار المهادنه. انا مش عايز يتنفجر قنبله عندي في بلدي لان ديت هتؤدي الى تداعيات خطيره جدا يعني. مثلا لو حصل في اي حته، مش عايزين طبعا حد يحصل له حاجه وحشه، دي حكومات تسقط فيها يعني، يحصل خلل سياسي يعني. لو حاجه حصلت في المانيا، عمليه ارهابيه في المانيا، ممكن قوي الحكومه الالمانيه تطير. انجلترا نفس الشيء، الولايات المتحده نفس الشيء. يعني قصدي حضرتك ان خوفهم على استقرار انظمتهم يمنعهم من اتخاذ مواقف واضحه وصارمه ضد تيارات الاسلام السياسي بشكل كبير. طبعا وخاصه ان الاستراتيجيه، واحنا كنا اتكلمنا في الحكايه دي يمكن من فتره، انه الاستراتيجيه العامه لامريكا هي ان المنطقه دي لا باس من انه يتم تمكين الاسلام السياسي منها. المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي، انه ده هو ده النموذج او دي الاستراتيجيه العامه، ده العنوان الكبير اللي امريكا بتشتغل عليه. ولغايه دلوقتي بغض النظر ان هم يعني حسنوا علاقتهم بمصر، لكن لا زال في اقتناعهم انه طب الاسلام السياسي هو فعلا عشان ندرأ اخطاره على العالم كله، فنتركهم يتواجدوا ويسودوا في هذه المنطقه. كنت بسأل أحد المحللين السعوديين النهاردة، قال لي وحتى إن لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية ليس مهما أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية، وليس مهما أن تقدم الدول الغربية دعما، المهم أننا كقوة عربية موحدة نتحرك. يعني شوفي، هو لحد كبير الكلام ده يعني أنا أقبله برضو، لأنه هو هي دي مفاجأة في الموضوع ده كله. زي ما قلنا أن الجسد العربي استيقظ الآن، فهو ده هيبقى مسار يعني تحليل قادم في أجهزة كتيرة، في إسرائيل طبعا، في تركيا، في إيران، في الغرب، إنه العرب يعني ده بالنسبة لهم موضوع مفاجأة، مش مفاجأة يعني، سياسة جديدة، سياسة أو إقدام عربي جديد ما كانش موجود وما كانش محسوب على الإطلاق إن ده يكون رد فعل. كانوا بيقولوا دايما أن هناك قلق في الدوائر الأمريكية من التقارب السعودي المصري الإماراتي، وإلى أي مدى يمكن أن يكون محورا لدول قوية تصعد في المنطقة وتتخذ قرارات وسياسات ربما تكون مختلفة. طبعا هي دي النواة الصلبة الحالية اللي موجودة دلوقتي في العمل العربي المشترك. زي زمان حضرتك تتذكري أن كانت مصر وسوريا والسعودية، وبرضو هما كانت قلقانين جدا من هذه النواة في تلك الفترة لغاية ما كسروا سوريا تقريبا وطلعوها من المعادلة.
فمفيش مانع. وبعدين خدي بال حضرتك برضو الاردن، الاردن دوله فعاله الان. صحيح. في العمل العربي المشترك. صحيح. وانا اعتقد ان ده هيكون هي دي النواه القادمه، بالاضافه الى دوله الكويت والبحرين. انا اشوف ان هي دي النواه الصلبه اللي احنا هنقدر نتحرك ونبني عليها في الفتره الجايه ان شاء الله. ماذا تتوقع من تداعيات ما يحدث في اليمن على الوضع في العراق وسوريا؟ لان الشبكه تبدو متداخله الى حد بعيد. يعني هو طبعا لان في عمل مشترك هو النفوذ الايراني. وعمل مشترك اخر وهو السكون الغربي. يعني الغرب ترك الساحه للجميع، الساحه يعني كده وقاعد بيترقب وينتظر بس. فانا يعني اعتقد انه بالعكس دي يمكن تكون بدايه جيده، لانه السلوك العربي نفسه اعتقد ان هو عندما ننتهي من المشكله الايرانيه اعتقد انه انا الاوان ان احنا نخش على مشكله او مساله سوريه. المساله السوريه هيكون من شانها ان احنا يعني نوقف بيئه صالحه لتمدد الارهاب والجماعات اللي هي التكفيريه اللي موجوده زي داعش وغيرها. فبالتالي انا اعتقد ان هيكون في منهج جديد عربي بشان المساله السوريه. بوادر المنهج ده يمكن اخدت بالك ان مقعد سوريا هيبقى فاضي. صحيح. يعني دي كلها حاجات لازم احنا ايه نرصدها ونحللها. مقعد سوريا في هذه القمه مش موجود. مقعد اليمن الرئيس اليمني هيكون موجود. برضو دي رساله قويه ان العالم العربي ابتدى دلوقتي يعني عارفه ايه يجهز اوراقه بشكل افضل وبطريقه فيها درايه كبيره جدا بمواطن المشاكل، وانه لازم يكون في اولويات. طبعا هي مساله اليمن قفزت. انا اعتقد ان لو ما كانش في يمن في القمه بتاعت يوم السبت دي كانت المساله السوريه هي اللي كانت هتبقى المحور بتاع القمه. لكن طبعا مساله اليمن فرضت نفسها زي ما قلنا وحسمت القمه حتى قبل ما تنعقد. عجبتك انت القصه قبل ان تعقد؟ يعني التحرك بدا مبكرا حتى قبل انعقاد القمه. كان متوقع ان تعقد القمه ثم تبدا العمليات العسكريه كقرار او نتاج لهذه الاجتماعات، لكن هي سبقت التحرك سبق الاجتماع. بالفعل. وزي ما تكوني يعني انت عارفه اتحركتي بنفس النموذج اللي هو كان مطروح او اللي كان هيطرح على القمه. يعني حصل كده ايه تصرف تلقائي عربي. طبعا كان في تشاور وكل شيء، ولكن السرعه بتاعت الانتاج بتاعت المكون اللي حصل ده في اليمن انا بقول لك ان ده مفاجاه. ايقظت السعوديه الامه العربيه كلها على عمليات عسكريه في اليمن. ويعني برضو يعني احنا كنا بعيدين تماما عن فكره ان السعوديه تستعمل قوتها العسكريه في اعمال يعني فعليه زي ولكن انا بشوف ان كل ده في صالح المنظومه العربيه، في صالح يعني النظام العربي الجديد اللي احنا كنا بنسعى اليه منذ فترات طويله. ولكن اسف انا قطعتك، انه فكره استعمال القوى العسكريه مش هي دي بس الكفايه، لازم يكون في تكامل اقتصادي قادم. صحيح، لان قضايا التنميه هي قضايا الاكثر الحاحا. يعني مش ممكن، ويمكن انا كنت قريبا في مؤتمر في تونس عن قضايا التنميه والديمقراطيه، مش ممكن هتقدر تعمل ديمقراطيه دون تنميه. صح. ولا هتعمل تنميه دون ان يكون هناك مسارا ديمقراطيا تسير فيه. مؤكد. لكن وأنا بسترجع المواقف النهاردة، إذا كان هناك من يقول أن مصر دخلت هذه العمليات العسكرية دعما للسعودي، نحن كان لنا موقفا مستقلا في السياسة الخارجية المصرية حينما أرادت السعودية أن تتدخل عسكريا في سوريا. رفضنا هذا الأمر وكان موقفا واضح. إذن لدينا استقلال في اتخاذ القرار. تدخلنا في اليمن. صح. لأن هناك اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ورفضنا التدخل في سوريا لأن هناك أيضا رؤية سياسية. بشكرك على الملحوظة دي، طبعا دي هايلة طبعا. وفعلا أياميها فاكرة أنت الاجتماع اللي حصل كان في لندن، وكان ما بين جون كيري ونبيل فهمي، السيد نبيل فهمي وسعود الفيصل. ونبيل طلع يوميها، الوزير نبيل فهمي طلع يوميها وقال لا احنا مش هنشترك. ورغم هذا لم يتحدث يعني رغم دعم السعوديه هنا، كان يعني كان يلقب سعود الفيصل بانه هو اللي اتحرك رجال قبل ان يكون راح فرنسا ووضب الامور كلها. ولكن برضو ده كمان شوف برضو يعني الرصانه في التصرف. صحيح. هذا لم يؤثر على العلاقه المصريه السعوديه. صحيح. واعتقد ان السعوديه بتقترب من امن الموقع
الموقف المصري بشأن سوريا أعتقد. يعني سيكون ربما يكون الملف الثاني في هذه القمة الملف اليمني وملف سوريا. بالطبع سيكون ملف الإرهاب أحد الملفات بالزبط. الرئيسية بالزبط. بشكر حضرتك معالي الوزير نورتنا النهاردة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. عادة حواراتي معاه بتبقى في فعلا مراحل فاصلة. بشكر ربنا يصله وما نتقابلش تاني. لا نتقابل يكون حاجة كويسة إن شاء الله. بشكر حضرتك. بعد الفاصل انتظروني هكلمكم عن فقرتنا القادمة الخاصة بتونس. كنا في تونس وأجرينا عدد من الحوارات واللقاءات الحصرية للعمل الإرهابي الذي وقع في متحف باردو في تونس. هكلمكم عنها ولكن بعد هذا الفصل. أهلا بكم. نحن الآن أمام متحف باردو في قلب العاصمة تونس، وهو المتحف الذي تعرض للعملية الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية والتي أدت إلى مقتل 19 من السائحين من جنسيات مختلفة، عدد منهم من الإيطاليين وآخر من فرنسا وعدد أيضا من اليابانيين، جنسيات متعددة قتلت في هذا الحادث الإرهابي، بالإضافة إلى مقتل منفذي هذا الهجوم الإرهابي وهم شابان من تونس، شابان من المواطنين التونسيين تم تجنيدهم في تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى هذه العملية. سنحاول الآن الدخول إلى داخل المتحف، وبالطبع لم يفتح من المقرر أن يكون هناك افتتاح لهذا المتحف خلال الأيام القليلة القادمة، لكن حاولنا الدخول إلى داخل المتحف من الداخل للتعرف على التفاصيل التي أحاطت بهذه العملية الإرهابية وكيف نفذ هؤلاء الإرهابيين هذا العمل الإرهابي. بالطبع كما ذكرت لكم ليس هناك عمل داخل المتحف ولكن هناك إجراءات أمنية، عدد من الكاميرات موجود داخل أو خارج المتحف لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية في هذا التوقيت. توجه سريعا إلى هذه المنطقة حيث كانت توجد عدد من الحاسبات منطقة غنية الآن، لكنه دخل على تلك الحافلات وقام بقتل ثلاثة من السائحين، ثم توجه هو ورفيقه الإرهابي الذي كان يشاركه في هذه العملية إلى داخل المتحف بالداخل وصعد إلى الدور الأول. طبعا عدد من السائحين الذين شاهدوا هذه الواقعة حينما كانوا يتواجدون في هذه المنطقة فر سريعا إلى داخل المتحف، ثم تعقبهم الإرهابيين صعدوا إلى الدور الأول، ثم جاءت قوات الأمن وفقا للروايات وبدأت المواجهات بينهم وبين قوات الأمن، مما أدى إلى مقتل عدد من السائحين، عدد منهم من اليابانيين والإيطاليين والأسبان أيضا قتلوا في الدور الأول من هذا المتحف أثناء تلك المواجهات. لكن كما ذكرت لكم الحصيلة كانت في البداية 4 من البولنديين في هذه المنطقة و3 من السائحين في إحدى الحافلات التي كانت متواجدة في هذه المنطقة. والآن مع لقاء خاص مع مدير هذا المتحف متحف باردو السيد منصف بن موسى، أهلا بك معنا. شكرا.
مسرح الجريمة كان بالداخل، ابتدأ بالخارج، ابتدأ من الشارع في مرة بالسيارات ثم انتهى داخل المتحف. هل دخل المسلحين إلى داخل القاعة؟ قلت لك انتهى داخل المتحف يعني. وكيف كانت الإجراءات الأمنية؟ كيف دخلوا إلى داخل المتحف؟ كيف دخلوا إلى داخل المتحف؟ يعني عندما يدخل المسلح إلى داخل المتحف في هذه الوضعية، قام بتهديد المحتجزين، من تم احتجازهم قبل كل شيء. أريد تصحيح هذه الفكرة وهذه المعلومة، لم يكن هناك رهائن محتجزين، كان هناك بعض المجموعات من السياح متواجدين في بعض القاعات، قاعات العرض المتحفي، وكان من بينهم بعض حراس المتحف. بعض حراس المتحف ليسوا إرهابيين، وبالتالي كانوا بصدد حماية هؤلاء وضعهم في وضعية في غرفات مغلقة لحمايتهم. وصحيح في الحقيقة تداولت وسائل الإعلام مسألة المحتجزين والرهائن، وهذا غير صحيح وتم تصحيح ليلة الغرفة. كانوا عدد من السائحين القابعين في المناطق التي أو الغرف التي كانوا يوجدوا بها كنوع من التأمين أو الحماية لأنفسهم، لأنهم لا يعرفون ما يحدث في الخارج. لا ليس هذا، لأن أعضاء والعاملين بالمتحف وخاصة حراس المتحف يعرفون المتحف، فحاولوا توجيه مسارهم أثناء الهروب. نعم. وبالتالي حمايتهم في بعض أركان المتحف التي كانت منعزلة نوعا ما على مسرح الجريمة. قيل أن اثنين من السائحين كانوا تم اكتشافهم بعد الحادث بأيام، هل هذا الخبر صحيح؟ العدد ثلاثة. ثلاثة؟ لكن اثنين من السائحين وتونسي. بعد أيام اكتشفتم أنهم موجودون في أرض الخطر. وزوجته. رجل وزوجته الإسبانية. ثم أحد حراس المتحف الذي حملهم باتجاه أنفاق تحت المتحف وقضوا ليلتهم هناك. ثم تم اكتشاف. فيما بعد، نعم، بعد قريب من أكثر من يوم، من 24 ساعة تم اكتشافهم. هل أنت كمواطن قبل أن تكون مديراً عاماً لهذا المتحف تجد أن مشاركة الإسلاميين في الحكم يمكن أن تكون بوتقة لاستيعاب هذه الموجات المتطرفة، أم أنها لا تأثير لها، والدليل أن الإسلاميين في تونس يشاركون في الحكم ومع ذلك هذا لم يمنع من قيام هذه العمليات؟ الأحزاب المتواجدة أو الحزب المتواجد في البرلمان هو طيار في الحقيقة وجد طريقة في هذه العقلية التي كنت حديثك عنها أو حديثك عنها منذ حين، وهي البعد والمفاهيم الإسلامية والقيم الإسلامية والإنسانية التي نتقاسمها معا. سواء تتحدث عن حزب النهضة، تتحدث عن حزب النهضة، وبالتالي فإن بما أن هناك وفاق هذا لا يعني أن هناك ابتعاد من حيث الرؤية للحياة العامة، الرؤية للإصلاح، الرؤية للمجتمع، الرؤية للدين، الرؤية للثقافة، الرؤية هناك أو هوية الدولة تتقدم عن الدولة. نعم. فالدولة دولة ودنية قبل كل شيء. أشكرك على هذا اللقاء، وأتمنى لتونس وحضرتك شخصيا ولهذا المتحف أن تعود حركة السياحة لهم مرة أخرى عقب افتتاحه إن شاء الله. نتمنى لتونس الشقيقة و مستقبل هذا المسار الديمقراطي كل التوفيق. شكرا. هذا هو الشعار الذي يتردد هنا في تونس للتأكيد على أننا جميعا صامدون ضد هذا الإرهاب، وهذا الشعار سمعنا مثله عقب وقوع الحادث في العاصمة الفرنسية باريس في شارل إبدو. كانت هناك شعارات أيضا قريبة جدا من هذه الشعارات. طبعا التونسيون يتحدثون اللغة الفرنسية بطلاقة شديدة، لذلك ستجدون الشعارات مماثلة لتلك الشعارات التي رفعت في فرنسا عقب الحادث الإرهابي هناك أيضا في شارل إبدو. ونحن نسجل مع بعض
المسؤولين هنا وجدناها تحمل باقة من ظهور ومرور وتضعها هنا تنديدا بهذا العمل الإرهابي. أهلا بك. يعني حملت ظهور اليوم وأتيت إلى المتحف لتضعيها، ما هي الرسالة؟ أنا تونسية عادية ومواطنة، حسيت برشا اللي صار في تونس، الأتنطاة اللي صار لنا ما كناش نتوقع اللي باش يكون حادث هكا في تونس. كانت قتلوا 12 من أكثر من عند 20 من قتل في تونس في بلادنا بلاد الأمان بعد الانتخابات. كنا نتخيلوا اللي احنا عملتها سايس، رجعنا الثقة في النفس في بلادنا، في نلقى عبيد من مواطنين معنا احنا تونسيين عندها يتصدوا ويمشوا يعملوا هالنوعية من البغبغية. يعني أنا مواطنة عادية جيت وحبيت نجيب نوار وعندها بشكل جيت مساج للي ماتوا، اللي احنا مانيش ننسيوها، تونس مانيش ننسيهم، والحادثة هذه لن تمر وكما يقولوا never forgive never forget، وهذه كل ما نشو نسيها تونس. أنا نخاف كان نجي البرد ويقتلونا. أنت خايف تيجي البرد ويقتلوك؟ لا تخاف، أنت قوي. كليل انت قوي، لا تخاف. انت تخاف ولا لا تخاف؟ لا لا تخاف. هلا وسهلا. أنيس هو أحد الأطفال الذين يسكنون في دار أو في مسكن في الجانب المقابل لمتحف باردو، وكان يلعب بالبسكليتة أمام المتحف ولا داخل المتحف؟ دخلت بالبسكليتة بعد البوابة. نحكي شنو صار. احكي شو صار. جيت الكار من فماني قلت لك يوصل الرهاب. جات الكار العربية اللي فيها الحافلة اللي فيها السياح والسلاح. كانوا في جادة توريستية، هبطوا منها الرهاب، خمسة ارهاب هما ضربوا العجلة الكل باش ما يهرب حد. حتى لين انا نتبع في العباد. هما زوز اطلقوا النار ولا خمسة؟ خمسة. كم؟ واحد اثنين اطلقوا النار. هما قتلوا أربعة وهرب واحد. كم من واحد اطلق النار؟ قديش من واحد اطلق النار؟ أربعة. اثنين فقط. أربعة اطلقوا النار؟ ايه. انت في حد حماك خدك عشان يحميك من النار، من اطلاق النار؟ نعم. وبعدين هو اصيب؟ ضربوه بالنار؟ حبيبي. وانت شفته؟ شفته. بالعمر روحت سرولي بالدم. كان في دم على رجلك. من ايه الاصابه بتاعتك؟ من الجمعه؟ من المتحف؟ ايه. عشان انت جريت؟ انت جريت؟ هرب؟ هم عيطوني، هم عيطوني. عيطوني يا جماعه الكازرنه اللي في الباب غادي، دخلوني خبوني، قعدت نص ساعه ولا ساعه غادي. خدوك قوات الامن، خدوك لسكنه هنا. نعم. خبوك فيها. كنت لوحدك ولا مع والدك؟ وحدي. بابا كان متخبي في المتحف. بابا كان متخبي في المتحف. اخي ما في بالوش بالي، انا في جزرنا. جاتني ماما طلبت، ما عطيت النوم لماما طلبتها. انا قعدت معناها جوست بعد وقت اللي عملوا الرفال وكل شيء، حكيت سبع دقائق كي ضرب كرتوش كل شيء. فهمت في سبع دقائق كانوا بيضربوا الوقت بتاعه في ال 10 ولا 15 صح. السياح اللي اصيبوا وقفوا ولا دي بيرسون تحت على بعضها على 10 من الناس. فهمت بعدك دخلوا الداخل طلعوا فوق. انا وقتها كنت حبيت ندخل ولدي تحصلت في التواليت تسمع كان في اطلاق النار، عاود خرجت من خاطر اي قعدت بيرتوربي على متقلق على ولدي. فهمت خرجت وغادي ودرت يا اخي باب الميليتير هذيك الميليتير الجيش قوات الجيش. ولا منع برشا عباد، جبت برشا عباد دخلهم الجزرنا. دخلهم للجزرنا السكنة. دخلهم للسكنة. ومن بعد هيك ولدي كلمني، كلم امه عطاه نمره تليفون، اسكي سالوه يعني، عطاه نمره تليفون بتاع امه.
قولي لنا خرجنا خرجنا من الباب خرجونا جاونا الامن الحمد لله خرجونا خرجت قلت لكم مشيت خرجتوا معنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه عايشك بارك الله فيك عايشك مرحبا في قلب العاصمة التونسية حيث شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد الفعاليات الأولى لثورة 14 من جانفييه يناير 2011 تلك الثورة التي غيرت ليس فقط مسار تونس ولكن كانت أيقونة ثورات الربيع العربي في المنطقة كلها بدأت تونس ثم مصر ثم تعاقبت ثورات الربيع العربي تونس التي فجرت الثورة تونس التي حققت تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة تعيش الآن لحظات صعبة وتواجه الإرهاب أهلا شباب أنتوا شاركتوا في الثورة شاركنا في الثورة فين كنتوا واقفين هاي لهنا عملنا ثورة باش البلاد تريض معناها وحبينا معناها ما حبيناش الشيء هذا يصير معناها يا اخي لا غالب وارهاب وكذا واحنا ضد الشيء هذا شايفة ازاي الارهاب يعني هل ده ممكن يقلل من عزيمة التونسيين اللي عملوا الثورة وعملوا الانتخابات وعملوا الديمقراطية لا محالة الثورة نتاعنا كانت معناتها ما عادش كيفاش حيرت برشا حاجات الارهاب ما عادش ولا دخل في ديننا الاسلامي ما فهمتش معناتها بالمقلوب ما فهمتوش معناتها ولوا يحللوا ويحرموا وحدهم معناتها ذاك حلال اللي كنا حلال يولي حرام واللي كنا حرام يولي حلال معناتها ولا معناتها داخلين بعضهم كيف تعيشون هذه الايام؟ يعني ايام صعبه على السياحه التونسيه ارهاب والدنيا واحد ان شاء الله نتجاوزوها الازمه هكا شايف المستقبل ايه؟ المستقبل زاهر باذن الله، ماناش أول دولة عربية هي تواجه الإرهاب. احنا بريسكيو كنا العالم الكل يواجه الإرهاب بالنسبة للوقت هذا بالضبط. وأنا بالنسبة كأمني نحيي كل أمني باقي طويق على أرض الميدان باقي يقوم بالعمليات اللي هي معناها تستوجب حماية الوطن، حدود وخارج الحدود حتى داخل المجتمع المدني. بتشاركوا في المسيرات اللي هتدعم الدولة وهتقف ضد الإرهاب خلال الأيام القادمة؟ كيف يا قتلي؟ هتشاركوا في التظاهرات والمسيرة اللي هتبقى عند متحف باردو ضد الإرهاب؟ أكيد بالطبيعة هذه حاجة تهمنا تهمنا برشا برشا فهمت وعندي مساج نحب نقوله الناس هذوما اللي عملوا الشيء هذا راهم ما عندهم من يوصلوا والجيل هذا هو اللي باش يقاومهم الجيل هذا الجيل الجديد هو اللي هيقاومهم الجيل هذا هو اللي باش يقاومهم هذا اكبر رساله للناس هذوما المنحطين وما عندهم وين يوصلوا الجيل هذا هو اللي باش يقاومهم نحن سي العمر بيد الله نموت اليوم غدوه نحن ميتين فهمت انتوا شباب من اللي شاركتوا في الثوره في الحبيب بورقيبة اكيد 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 احنا الشباب اللي شاركنا في الثوره وحاولنا بالحق هكا باش تكون بلاد باهيه وتحفونا ونعيشوا فيها العبيد الكل مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله هل الارهاب واحنا بنتكلم ان انتم بتحتفلوا بعيد الاستقلال في تونس بتحتفلوا ايضا بالتجربه الديمقراطيه بتاعتكم وعملتوا انتخابات وعملتوا مسار سياسي قوي الان وانت شابه كده وشايفه موضوع الارهاب حاسه بايه ما نعرفش خايفين الناس كلها خايفة منهم ما نعرفش حاسين بالخوف ما فماش طمأنينة في تونس نحبوا طمأنينة في تونس نحبوا روحنا مرتاحين كي نخرج هكا نحس روحنا مرتاحين أما هوني ما فماش ما تنجمش كيفاش ما كنتوا متوقعين عمليات إرهابية؟ لا لا جملة كناش متوقعين لا تجربة ديمقراطية وانتخابات ورئيس وإرهاب أيضا والله تونس هذية يعني بعد الانتخابات والثورة يعني الحمد لله وفضل وشكر لله نشوف كونها هي في تحسن وتقدم لكن الإرهاب هو شنو المشكل نتاع الإرهاب الإرهاب هو العنصر نتاعه الأول هو البطالة الفقر التهميش للشباب الشباب إذا يكون بطال وما ما عندهوش باش يعني يراو يلتجي للإرهاب إذا أنت
تمون وتقول له تعمل كذا وكذا باش نعطيك ونعمله، راهو مادامو ما عندهوش في جيبه باش يشري قهوه، ما عند هو متخرج شهادة عليا وقرا واولياء قر يعني البطاله هي همشت التوانسه الشباب. تلقيش واحد يعني عمره في 45 وهو عمل هذا، كلهم تلقاه شباب متخرج ما عندهوش فلوس، يعني ما عندهوش مدخول، مهمش يلتجي باش يعمل نابورتكو، يعمل اي حاجه انا استاذ ايكونومي، استاذ اقتصاد والتصرف. هما معناتها كي حبوا يضربوا معناتها المتحف باردو، حبوا يضربوا الاقتصاد التونسي، حبوا معناتها لي توريست ني فيان با ايسي، معناتها ما يحبوش التوريست يجوا لتونس، السياح يجوا يعني يعطيك الصحه، لكن بالعكس التوانسة زيد بالعكس زيد لي توريست جو اكثر. وحكيت مع التوريست اكثر اكثر، توا مغرب الوتلك كلها كومبلي، كلها كومبلي، بالعكس حبوا يجوا يتفرجوا في تونس كيفاش لاباس، ونحن مش خايفين من الارهاب، والارهاب لا عندها دين لا مل، ما عندهمش حتى دين. يعطيكم العافيه. عايشه. شارع الحبيب بورقيبة كما ذكرت لكم هو أحد الشوارع الرئيسية في تونس، به العديد من المقاهي. حركة الشارع في تونس تبدو طبيعية للغاية رغم وقوع هذا الحادث الإرهابي منذ أيام قليلة، إلا أن التونسيون يعيشون حياة طبيعية، يحاولون ممارسة نشاطهم الطبيعي، تجدون جموعا من التونسيون على المقاهي، الحياة تبدو طبيعية للغاية. هذا الشارع يحمل العديد من الذكريات الخاصة بأحداث الثورة التونسية. هذا الشارع طبعا به مقر وزارة الداخلية في تونس، وبه العديد من المقاهي كما ذكرت لكم. ربما نحاول استطلاع نبض الشارع التونسي حول المرحلة الحالية التي تعيشها تونس، لكن الملاحظة الأساسية أن التونسيون يعيشون بصورة طبيعية، محاولين تجاوز هذا الحادث الإرهابي الذي وقع في متحف باردو. نحاول استطلاع نبض الشارع في تونس. هلا. سلام. أهلا وسهلا. لا أنا إسباني. إسباني. أهلا. بتكلم عربي؟ قليلا شوية. اللغة العربية. قليلا قليلا. للأسف الشديد من الضحايا الذين سقطوا في حادث متحف باردون كان عدد من الأسبانيين. نعم، ولذلك كان يأثر ذلك لإسبانيا وانتشر ذلك في وسائل الإعلام، وأعتقد هذا كيف نقول كان يسبب ذلك الكثير من الخائف بين الإسبان، و خوف لدى السياح الإسبان من القدوم إلى تونس نتيجة هذا الحادث. نعم أكيد. يعني أنت تقيم هنا في تونس؟ نعم، كنت هنا 6 أشهر. أنا أستطيع أن أقول أن لا يحدث شيء، هذا كيف نقول هذا استثنائي. يعني أنت تعيش هنا منذ 6 أشهر ولا يحدث شيء، لكن هذا الحادث الإرهابي في متحف باردون حدث استثنائي من وجهة نظرك. نعم، وأعتقد لن يكرر، لا أقول أبدا، ولكن يوجد كثير من الأمن هنا، لا نستطيع أن نخاف من هذه العمليات الخبيثة. أنت تحب تونس على ما يبدو. كثيرا. رغم أنك ما هنا منذ 6 أشهر فقط. إن شاء الله سأعود. إن شاء الله ستعود، وأيضا ربما تكون أنت معبرا عن هذا الصوت في إسبانيا أيضا، يعني العالم كله يواجه الإرهاب، ليس في مصر ولا تونس فقط، ولكن أيضا حدث في فرنسا مثلا. نعم، وإضافة إلى ذلك كنا في السنوات الفارطة كنا نصيب بالكثير من العمليات الخبيثة في العاصمة في مدريد والشمال، واعتقد هذا لن ينتشر في العالم كما هو الحال في البلدان العربية. ماذا نفعل مع الإرهاب؟ سمعني، كيف نتعامل مع الإرهاب؟ لا نستطيع نتعامل مع الإرهاب، يعني
نتعايش، فلينا كيف نقول النمح هذا جذريا لو كان، لكن هذا أنت خائف؟ ليس كثيرا، لأن كما ترين يوجد كثير من الشرطة والأمن أكثر مما كنا في إسبانيا، يعني نشعر أكثر الرحمة مما كنا رحى أسرتك؟ لا، نحن أصدقاء وهي أمتها. هل تشعر بأي حالة من الخوف نتيجة هذا الحادث الآن؟ No, creo que es algo que puede تقول ان هي لا تشعر بالخوف نهائيا، وهي يشجع الناس ان يسيروا تونس. ونحن في تونس ايضا يشرفنا ان يكون معنا الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه امنه عطله صولة، رئيس جمعيه الصحفيين في تونس سابقا، هي نقابه الصحفيين في مصر، والنائبه البرلمانيه سابقا ايضا. أهلا بك. شكرا على الاستضافة. نحن نهتم في مصر كثيرا بتجربة تونس. تونس كانت أيقونة ثورات ربيع العربي. تونس لديها تجربة ديمقراطية مميزة أيضا في المنطقة، وأيضا تواجه نفس التحدي الذي تواجهه مصر الآن، وهو الإرهاب. كيف ترين المشهد؟ يعني صحيح انه الثورة كانت جميلة جدا، وصحيح انه لكن بعد الثورة مرينا بفترة كانت ضبابية كثير، يعني ما ناش عارفين وين رايحين، وفي الفترة هذيك معناتها استغلوها الارهابيين ونموا ارواحهم في الفترة، يعني لكن الانتخابات الاخيرة أرجعت فينا معناتها الثقة في الثورة وفي المصير الديمقراطي التونسي. يبدو لي الإرهاب إن شاء الله يكون آخر انتفاضاته، يعني هالعملية الأخيرة في متحف باردو، لكن اليوم الأولوية القصوى بالنسبة لتونس إنه نعرف كيف نحتوي هالإرهاب، يعني ونتخلص منه. احنا واعين انه هالإرهاب ماهوش تونسي، يعني عارفين انه بيستهدف منطقة الشرق الأوسط ويستهدف العالم أجمع في الآخر، يعني الإرهاب ماهوش ما عندوش مشكلة مع الديمقراطية، يعني بلدان ديمقراطية كانت هدف من أهدافهم. كمان هناك تساؤلات كثيرة تحيط بالتجربة التونسية، مسألة مشاركة الإسلاميين أو تيار الإسلام السياسي والعلمانيين في السلطة. البعض يرى أن هذا نموذج جيد في المنطقة يجب التركيز عليه، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أنه لا أمل في تيار الإسلام السياسي في الحكم. كيف ترين من واقع التجربة التونسية؟ صحيح أنه الخطاب خطاب النهضة، يعني اللي تمثل الإسلام السياسي في تونس، خطابها تطور بطريقة عجيبة جدا، يعني إذا كان الخطاب نابع من عقيدة صحيحة وعقيدة يعني جدية، فهذا معناتها يكون شيء جميل. الخوف يعني الطرف الثاني اللي بيقول انه لا، يعني الخوف انه تكتيك، يعني خطوات حالية، ويبدو لي انه ينجم يكون خطاب خارج يعني من العمق قناعات. المسألة هي كيف ستتطور الأمور بالنسبة للإخوان في العالم العربي الإسلامي، يعني في تركيا، في إيران، في يعني الأمور الآن ماهيش واضحة، ويبدو لي إنه الإسلام السياسي بيتطور أو يتراجع حسب وضعيتهم على الخريطة الجيو، قوتهم على الجيوبوليتيك، يعني على
تعتقدين أن التغيرات التي حدثت في مسار أو توجهات حزب النهضة في تونس هي نتيجة أخطاء الإخوان المسلمين في مصر، أم أن التيار الإسلامي في تونس كان أكثر استنارة من الإخوان المسلمين؟ يبدو لي أنه التجربة المصرية لعبت دور، وعملية الرئيس السيسي لعبت دور. هما الإخوان المسلمين في مصر عملوا أخطاء لا تغفر يعني، يعني وقع التنقل عنا في الفترة هذيك، يعني صار خطابهم يعني تحول. إذن مصر ربما وما حدث فيها من فشل لتجربة الإخوان المسلمين أعطت للنهضة في تونس خيارا آخر، هم يرون الإخفاق في مصر فربما وعوا الدرس جيدا، هكذا أفهم؟ صحيح، هذا اللي كنت بحكي لك، يعني يمكن ما بعبرش لأنه أنا صحافة فرنسية فما بعبرش يعني بالطريقة العامة. كتير فهمة عليك، فهمة كل اللي بت... شكرا. صحيح انه اللي صار في مصر لعب دور في تونس، هذا ما فيش يعني ما فيش اختلاف، يعني ناس الكل وبنحسه يعني هل لديكم في تونس أيضا تطور إيجابي يتعلق بطبيعة دور المجتمع المدني، بطبيعة دور المرأة، بطبيعة دور الحركة الثقافية في تونس؟ هذا اللي كنت بحكيه معاك، إنه ما ننساش إنه الحبيب بورقيبة عنده رغم إنه كان ما كانش ديمقراطي، معناتها بعيد عن الديمقراطية، لكن كانت عنده فكرة وتصور للمجتمع التونسي يختلف يمكن على بقية البلدان العربية، ونمى وغرس في المجتمع التونسي مفاهيم الحضارة الكونية، وأعطى للمرأة معناتها النقلة اللي خليت تونس تختلف عن البلدان العربية الإسلامية الأخرى، مرتبطة ارتباط قوي بمجلة الأحوال الشخصية في تونس. تعرف إنه مجلة الأحوال الشخصية في تونس كانت الدستور الأول لتونس، لأنه الدستور جاء سنة 59 ومجلة الأحوال الشخصية صارت 56، يعني 5 أشهر بعد خمس أشهر بعد الاستقلال. الدستور ما جاء كان في 59، فكانت مجلة الأحوال الشخصية هي أول دستور لتونس، دستور يبني مجتمع يختلف يعني عن البلدان الأخرى. فالمرأة التونسية بتكوين معناتها بتمتعها بالمجلة الأحوال الشخصية صارت عندها شخصيتها اللي خليتها تواجه بعد الثورة، عرفت كيف تحتفظ على يعني على كل ما تمتعت به طيلة يعني ممارسة مجلة الأحوال الشخصية. يرى البعض أيضا أن هناك دور كبير كما ذكرت حضرتك لعبته الدو المرأة التونسية في التطورات الأخيرة في تونس، قادت طيارا للتغيير للتأكيد على هوية الدولة التونسية ضد أي محاولات لتغيير هذه الهوية، وربما هو كان قريب أيضا مما حدث في مصر حينما حاول الإخوان المسلمين تغيير هوية الدولة. لكن ما أريد أن أسأل عنه أيضا هو دور الطيار المدني في تونس، حركة نداء تونس المدني. نعم، كيف استطاع هذا المجتمع المدني والمؤسسات المدنية والنقابات والتنظيمات النسائية في تونس أن تقود طيارا قادرا على التصدي لطيارات الإسلام السياسي ويأتي بها في المرتبة الثانية وتقدم حركة قليلة العمر نداء تونس لتصبح هي في المقدمة؟ أنت تعرف أنه مليون امرأة صوتت لنداء تونس،
على 1,800,000 تقريبا، ثم 1,800,000 ناخب لنداء تونس، ثم 1,000,000 نساء. فهذا يبين لك انه المراه كان وجودها في الانتخابات معناتها مهم جدا. ووقت الترويكا يعني الثلاثي اللي حكم اللي النهضه هي اللي كانت بتقوده، حاولوا في الدستور التونسي الجديد انهم تكون المراه مشاركه، يعني مش ما فماش مساواه حقيقيه. فوقفت النساء بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الوطني، خرجنا الكل تقريب يعني كل المناضلات، وخرجوا معانا كمية كبيرة زادة من الرجال، وقفنا ضد الفصل اللي يهم في الدستور، يهم يعني حقوق المرأة، وقدرنا بالخروج هذا وبالكمية من التظاهر هذية، يعني كانت شوارع تونس كلها مليانة نساء ورجال ضد يعني الشريك، وما كانوا حبوا يحطوا الشريك للرجل. واحنا معناتها فرضنا انه في الدستور تكون المرأة مساواة بين المرأة والرجل في الدستور التونسي. يعني الكثير من المحطات من الثورة لليوم بينت انه المجتمع المدني، المجتمع اذا كان المرأة التونسية ما كانتش عندها يمكن مساواة على مستوى وجودها في الحكم في السلطة، لكن على مستوى المجتمع المدني حضور المرأة كان مهم جدا. وبالطريقة هذه على طريق المجتمع المدني وصلت المرأة التونسية تحافظ على مكتسباتها اللي أخذتها منذ الاستقلال إلى اليوم. هل لديك مخاوف على مستقبل تونس ومستقبل المنطقة العربية من الإرهاب والتطرف والتكفير الذي بدأ واضحا في السنوات الأخيرة؟ هل لديك مخاوف على مستقبل هذه المنطقة، أم أن لديك قناعة أننا قادرون على التصدي لهذه الموجة؟ هي المنطقة كلها ما فماش يعني هالإرهاب وهالاضطرابات ديستابيليزيشن يعني في المنطقة كلها، مش أسبابها فقط الإسلام، فما أسباب أخرى كمان معناتها ناخذ بعين الاعتبار. ثروات المنطقة تكون سبب كذلك يضاف إلى ف يعني ما ممكن نحكي على مخاطر الإسلام فقط، فما مخاطر أخرى يلزم الـ يعني المجتمعات المنطقة والسلطات في الحكومات في المنطقة تكون واعية بها وتعرف كيف تتعامل معها. لأنه أنا مرة التقيت بياباني وقت حرب العراق وصدام وكذا، قال لي احنا مرينا بنفس الظروف لكن احنا عرفنا نقولوا الامريكية اوكي انتوما في الواقع تقولوا اوكي لكن بالصوت تقولوا ضد الاوكي. فلو عرفتوا كيف تتعاملوا مع كنتوا ممكن معناتها تجتنبوا هالأزمات هذه الكلها. فيبدو لي انه العرب والمنطقة والمنطقة الإسلامية كلها، انت تشوف هلا نحسوا انه فما نوع من فتنة بين السنة والشيعة. معقول هلا في الأوضاع الحالية ما زلنا معناتها إسلام شو يعني شو معناتها معناتها تضارب بين السنة والشيعة واختلافات وحروب ومعناتها
العقل الإنسان يعني الذكي والإنسان الواعي ما ممكن يواصل معناتها بالطريقة هذه، لازم نوعى ونخمم يعني أكثر في مصالح مجتمعاتنا. لأنه شنو اللي صاير اليوم؟ صاير أنه الأشخاص تخمم تفكر مصالحها الشخصية. ليش غلبونا في أوروبا أو يعني في الغرب بصفة عامة؟ يخمم في مصالحه الشخصية، لكن يعرف أنه مصلحته الشخصية تكمن في مصلحة المجتمع نتاعه. فحان الأوان أنه يعني نتفطن أنه المصلحة الشخصية ما ممكن معناتها ناخذها إلا عندما نفكر في في المصلحة العامة. أشكرك سيدتي وسعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا، شكرا لك.